السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. كيف الحال؟ إن شاء الله أموركم بخير، وإن شاء الله بداية سنة خير علينا وعليكم. إن شاء الله يا رب إحنا سادسة وأنتم رابعة، وعقبالكم إن شاء الله توصلوا لسادسة وتخرجوا على خير وسلام إن شاء الله يا رب. طيب، هلا رح نحكي إن شاء الله اليوم عن محاضرة الأكيوت أبنسايتس، اللي هي تعتبر يمكن هي والجول بلادر أهم محاضرتين بكل الجراحة. ليش؟ لأنه ما رح تشوفوا بالمستشفيات الكرك إلا هذول الحالتين، أو حيتكرروا معاكم كثير يعني. وحتى في البشير لما داومنا، يعني انا ببلش جراحه كثير حالات كانت كمان ابندسايتس اند كوليستايتس، فهم مواضيع كومون، فيري كومون، مطلوب احنا منا يعني لما نتخرج اس جي بي نكون عارفين كيف نتعامل، او كيف اتليست نشك انه هذا البيشنت عنده اكيوت ابندسايتس وعنده اكيوت كوليستايتس، ونكون عارفين شو النكست ستيب اللي لازم نعمله اياها. ومرحلتكم الان بسنه رابعه، المانجمنت مش انه بالتفصيل مطلوب منكم، لكن بنصحكم صراحه انكم تدرسوا. مش كل الدكاتره بيلتزموا بشغله ان المانجمنت مش مطلوب من رابعه، وهيك هيك لو تدرسوها لا بتريحوا حالكم منه بسادسه. اوكي، هلا الملف اللي قدامكم شامل سلايدات الدكتور، وشامل كذلك نوتات من كتاب سيرجيكال ريكول، ومعلومات بتحتاجوها من امبوس. امبوس يا جماعه كثير منكم بيسالني عنه، هو عباره عن موقع طبي الماني ابديتد اول باول. اوكي، هو مرجع معتمد لدراسه امتحانات اليو اس ام ال اي، وعامل اشتراك مع اسموسس، بحيث انه تشوفوا مرات احنا نفتح على اليوتيوب بنلاقي مش كل فيديوهات اسموسس متاحه، لانه اغلبها اشتراك يعني. اوكي، هسا هذا الموقع عامل اشتراك مع اسموسس، بحيث ما تضطر تشترك مع امبوس مع اسموسس، لا امبوس لحاله بيشرح الديزيز على شكل هيك ارتكل كثير مرتبه، وبنفس الوقت بحط لك سمري، مع هاي السمري بيكون في فيديو اسموسس كامل لهذا الموضوع، بحيث انك تحضره يكون كامل متاح وموجود عندك. وفيه كذلك اسئله اليو وورد، واسئله كيسز زي نظام اليو اس ام اي على الصبر، تقدروا تختبروا حالكم مع كل موضوع. في له اشتراك شهري، وفي له اشتراك سنوي، وفي له فري تريال لمده 5 دايز، كانه بتقدروا تعملوا حساب وتجربوا. تمام، المهم انه هذا السلايد اللي امامكم شامل كل شيء بخص يعني استاذ الدكتور، اسئله الراوندات اللي زي ما حكيت لكم، الكتب وكل شيء بتحتاجوه في مصدر واحد، وحطيت لكم تو كيسز من اسئله اليو وورد او من اسئله امبوس في اخر المحاضره، رح نحكي عنهم لما نوصل عندهم. اوكي، نصلي على رسول الله مرة ثانية صلى الله عليه وآله وسلم. هلا بداية، طبعا هاي المحاضرة كانت الدكتور عماد أبو راجوح، وأنتم شرحتكم إياها الدكتور محمد عاصم، وهو ماخذ نفس السلايدات على الزبط. تمام، هلا نبلش في هيك معلومات أناتومي جدا سريعة، أو إمبريولوجي، نراجع اللي أخذناه أيام الماكلاود لما حكينا إحنا بنقسم الجي أي تراكت إلى فور جت ميد جت أند هايند جت. زي ما انتم شايفين الفور جت هي عباره عن الستركشرز اللي بتبلش من الماوث عند السكند بارت اوف الديودينم، الميد جت هي عباره عن البارتس اللي بتطلع اللي بتبلش من السكند بارت اوف الديودينم لعند الرايت او البروكسيمال تو ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون زي ما انتم شايفين، بعدين الديستال وان ثيرد او الليفت وان ثيرد لعند الابر بورشن اوف ذا انس. احنا بنحكي عن مين؟ نحكي عن الهايند جت. طب ليش احنا قسمناهم هيك؟ لانه بيهمني اعرف انه كيف يصير البين، اي بين بيطلع من الفورجيت ستراكشر حيكون لوكالايز ان ذا ايبيجاستريك اريا، واي بين بيطلع من الميد جت حيكون بيري امبلايكال، اي بين بيطلع من الهايند جت حيكون ايش؟ حيكون سوبرا بيوبك بين. اوكي، وهذا سميناه ايش؟ بيسير البين. ان الفيسر البين اذا بتتذكروا في ماكلاود حكينا عنه بيكون بورلي لوكالايز ان ذا ميد لاين. تمام، بعدين لما يصير البين لوكالايزد اكثر ويعمل اريتيشن للبرايتو بيريتونيوم بصير مكانه محدد، يعني بمكان اكثر حسب بمكان محدد اكثر يعني حسب الاورجن اللي طالع منه. اوكي، لكن لما احكي لكم انه هذا بيشنت بيشكي من ايبيجاستريك بين، تكونوا عارفين انه هذا طالع من اي اورجن موجود من الفورجيت ستراكشر، هذا بيشنت بيشكي من بيري امبلايكال بين، هذا بيشكي من بين طالع من اي اورجن في الميد جت ستراكشر. اوكي، بيهمني في محاضرتنا اليوم نحكي عن مين؟ نحكي عن البين تبع الاكيوت ابندسايتس اللي ببلش فيسيرال بين. وين ببلش فيسيرال بين؟ بورلي لوكالايز ان ذا ميد لاين، تحديدا في البيري امبلايكال اريا، لان الابندكس تعتبر من الاورجنز اللي طالعه من الميد جت. اوكي تمام، هلا بيهمنا نعرف عن الابندكس زي ما حكينا انها طالعه من الميد جت ستراكشر، زي ما انتم شايفين هي مكانها الابندكس لها بيس، وهذا البيس بيكون مكانه ثابت وهو اللي بحدده في الميكبيرني بوينت اللي حاحكي عنها هلا، وفي له تيل او في لها تيل، التيل اوف ذا ابندكس مكانه فاريبل بيختلف من شخص للثاني. تمام، طيب الميكبيرني بوينت، هسا اول شيء بدنا نتعلم انه في عندنا لاين، هذا اللاين بوصله او برسمه بين الانتيريور سوبيريور اليك سباين والسيمفيس بيوبس. اوكي، لما اخذ اول ثلث من هذا الخط تحديدا هون لما نيجي على هاي النقطه بيكون عباره عن مين؟ بيكون عباره عن البيس اوف ذا ابندكس. اذا سيرفس اناتومي للبيس اوف ذا ابندكس اسمها ميكبيرنيز بوينت، اللي هي عباره عن البوينت، هي عباره عن البوينت
of one third from the anterior superior spine للامبلايتس، تمام؟ وهذه تعتبر البوينت اوف ماكسيمال تندرنس، يعني لما نجي نحدد هذه البوينت على السيرفس اناتومي واجي اعمل لها اكزامينيشن واعمل بالبيشن لهي المنطقه، حيكون اكثر مكان يتالم منه البيشنت اللي عنده اكيوت ابندكسايتس، تمام؟ بينما التيل اوف ذا ابندكس زي ما انتم شايفين المكان تبعه فاريبل، ممكن يكون في البلبس، ممكن يكون بوست ايليال يعني ورا الايليوم، ممكن يكون بري ايليال يعني امام الايليوم. مش انتوا ايش احنا بنعرف انه في عندنا ايليوم وفي عندنا سيكم بعدين ببلش الكولون، اوكي؟ وتحديد وتقريبا من السيكم بيطلع عندنا الابندكس، وحكينا لها بيز ثابت اللي هو البيرنيس بوينت ولها تيل فاريبل. هذا التيل بيتحرك اما يكون في البلفس اما يكون ورا الايليوم امام الايليوم، ممكن يكون سب سيكل حتى يعني هيك زي ما انتم شايفين تحت السيكم، ممكن يكون بارا سيكل مجاور له، ممكن يكون ريترو سيكل حتى خلف السيكم، تمام؟ زي ما انتم شايفين هون 21% من الحالات بيكون بلفيك و74 بيكون ريترو سيكل. بهمنا تعرفوا لما يكون بوست ايليال او بري ايليال يعني يعني قادر يعمل اريتيشن للايليوم، حيجينا البيشنت على الاعراض اللي عنده بدياريا. لكن لما يكون بلفيك يعني قريب من البلفس داخل لجوا، حيعمل اريتيشن للرينري بلادر ويجينا البيشنت في اعراض كانها اعراض يو تي اي، حيجي بفريكونسي ايجنسي، اوكي؟ كله ببين على الانفستيجيشن اللي راح نعملها. طيب تمام، هاي المعلومات جبت لكم اياها من سيرجيكال ريكول. سيرجيكال ريكول نظام سؤال جواب حلو صراحه، وبفيد بالراوندات وبفيد لو درستوا موضوع تيجوا تراجعوا منه، لانه بحط لك سؤال جواب مباشره. في معلومات اناتومي لازم نعرفها، بيحكي لنا وهذا السؤال ترى يعني كثير بنساله احنا في الراوندات، ولحد الان في يعني احنا في سادس يوم الاربعاء مع دكتور محمد عاصم لفين العام في البشير ونسالنا هاي الاسئله، اوكي؟ طيب بيحكي لنا هون انه وات فيزل بروفايد بلاد سبلاي تو ذا ابندكس، لازم نعرف انه جاي من ارتري اسمه ابنديسيال ارتري، هو اللي هو عباره عن برانش من الاليوكليك، بيسالوا هذا السؤال، بهمهم تعرفوا انه الابنديسيال جاي من وين، جاي من الاليوكليك ارتري. طيب هلا بشكل عام بدنا نعرف انه الابندكس رول، يعني الابحاث والدراسات وكذا وجدت انه لها علاقه بالاميونتي ولها علاقه بانها تعمل ستيبلايزيشن لليوريثر. طيب احنا بنعرف انه في عندنا ميزنتري، والميزنتري هو عباره عن جزء من البريتونيوم، اوكي؟ ماسك مع الاورجنز الموجوده في الابدومن. اسم الميزنتري تبع الابندكس ميزو ابندكس، اوكي؟ واي شيء ميزنتري بتكون متخبيه جواته البلاد فيزلز واللينف والنيرفز واللينفاتيك درينج. طب هاو كان ذا ابندكس كان بي لوكيتد اف ذا سيكم هاز بين ايدنتيفايد، يعني احنا بالعمليه فتحنا اوبن سيرجري يعني عملنا انسجن تقريبا في الرايت اليك فسه، وبدنا ايش؟ وبدنا نطلع الابندكس عشان نستأصلها. كيف بدي اندل لما افتح الابدومن بهاي المكان؟ كيف بدي اندل على مكان الابندكس؟ بحكي لك اول شيء بنحدد السيكم، تمام؟ لما نحدد السيكم بنضل نعمل فولو للتينيا كولاي. التينيا كولاي يمكن اخذتوها بمحاضره الديزيز اوف ذا لارج انتستن، اللي هي عباره عن الفولد اللي بيكون يعني موجود على الامعاء. هاي التينيا كولاي، اوكي؟ شايفين هذا البياض الموجود هون؟ هذه هي التينيا كولاي. بيحكي لك بتضل تتبع التينيا كولاي، التينيا كولاي لحد وين؟ لحد ما توصل لعند الابندكس، اوكي؟ لانه هاي التينيا كونفيرج اون ذا ابندكس، يعني بتضلها ماشيه ماشيه وبتتجمع اخر شيء بتوقف وين؟ عند الابندكس. فانت بتضلك تتبع التينيا كولاي حتى توصل عند الابندكس. طيب تمام، هاي معلومات اناتومي سريعه بدنا نعرفها. هلا بدنا نبلش في موضوع الاكيوت ابندسايتس. بدايه بيحكي لنا انه التهاب الزائده الدوديه او التهاب الزائده اللي بنسمعه كثير في حياتنا is common 7 to 9% lifetime risk، يعني مدى برسنتج انه كل واحد فينا بحياته على طول حياته خطوره انه يصير عنده acute appendicitis من 7 ل 9%، تمام؟ هلا دائما كان دكتور عماد ابو راجب يحكي لنا انه الاكيوت appendicitis ما بتعرف عمره، لكن في عمر very common بتيجي فيه، لكن لو شفت شخص كبير في العمر او اقل من العمر المتوقع او اكبر من العمر الكومن انه يشوف فيه appendicitis انه عنده زايده، لا تستغرب يعني عادي، هي بالنهايه ما بتعرف عمر، ممكن تصير ات اني ايج. لكن لو بدي احدد ايج جروب بتصير فيها اكثر شيء، فهي بتصير في التشيلدرن واليونج ادلتس، يعني تقريبا من عمر 10 سنوات ل 19 سنه، اوكي؟ حتى دائما كان دكتور عماد حتى يعني ملوش زمان لفينا معاه راوند الاحد الماضي في البشير، ذكرنا كان يحكي لنا تذكروا انه الزايده كنا نحكي عنها انه مثلا مش احنا بنحكي بالعربي 14 15 16، يعني هذه اللي بيكون فيها طاشات على قول الدكتور ايمان، تمام؟ عشان ما تنسوها. اوكي هلا بيحكي لنا هون انه زي ما حكينا موستلي بتصير عند اليونج بيبل، لكن كان بريزنت ات اني ايج. بيحكي لك اي ديلاي في الدياجنوزس والمانجمنت ممكن يؤدي عندنا الى سيرجيكال امرجنسي، حتى ايفن ممكن يؤدي الى ديث، لانه كثير بتسمع عن حالات انفجرت الزايده ما لحق الطفل توفى. فهون تكمن اهميه انه احنا يعني كميديكال ستودنتس كجي بيز نكون عارفين كيف، بس مجرد انه نتوقع انه هذا البيشنت في عنده اكيد ابندسايتس عشان انه يعني
يروح المستشفى ويتم التعامل مع الحالة بسرعة. يوجوالي كلينيكال دياجنوستس نوت ريلي انت الايمجينج، وهاي المعلومة كثير مهمة وكثير بنسأل عنها بالراوندات، انه لازم نعرف انه ليش يعني حتى احنا بامكاننا انه نشخصها ببساطة حتى بدون ما نعمل انفستيجيشن او لابس، لانه الموضوع اصلا اكثر شيء بيعتمد في التشخيص كلينيكالي. كلينيكالي يعني بيعتمد على السيمتومز والساينز اللي جايين فيهم البيشنت. النيجاتيف ايمج داز نوت رول اوت، هذا دائما بقول اياها الدكاتره، الدكتور عماد كثير بركز عليها، انه لو عملت للبيشنت الترا ساوند عملت له سي تي سكان وكانوا نيجاتيف يعني ما فيهم فايندنجز تدلوني انه هذا عنده اكيوت ابندسايتس، وبنفس الوقت عنده ساينس سيمتومز، خلاص انت بتعتمد على الساينس اند سيمتومز وبتمشي له بالخطوات او الابروتش تبع الاكيوت ابندسايتس. اذا النيجاتيف فايندنجز اون ايمجينج مالهم دو نوت رول اوت انه هذا البيشنت عنده ابندسايتس، اوكي ما بيستثمر، عشان هيك هم دياجنوستيك كلينيكالي. بحكي لنا انه في الها، بما انها دياجنوستيك كلينيكالي معناته اكيد بده يكون الها كلاسيك برزنتيشن بيميزها عن اي ديزيز ثاني، اوكي؟ طيب هذه الكلاسيك برزنتيشن رح نحكي عنه لقدام شوي، لكن بيهمنا تعرفوا انه ما في عندي شيء ثابت في الطب، ما في عندي شيء زي هيك نحكي مسلمات، اوكي؟ دائما الاشياء بتتغير من بيشنت للثاني. هلا الكلاسيك برزنتيشن هذا موجود عند اغلب الناس، لكن احنا في عندنا بعض البرزنتيشن بيجيني اتيبيكال، يعني مختلف عن الاشي اللي انا حافظته تبع الابندسايتس، اوكي ممكن نشوفها، ممكن يعني رح نحكي عنهم لقدام نمر على حالات اتيبيكال. بحكي لنا رير انه نشوفها عند الانفنتس، انكريزنجلي كومن زي ما حكينا في التشايلد هود والايرلي ادلت لايف، والبيك انسيدنس في التينيز والايرلي توينيز، يعني بنشوف في التينيجرز يعني بنشوفها تقريبا من عمر 10 ل 19 سنه. هذا الكومن ايج جروب اللي رح نساله عنه دائما تبع الابندسايتس. طيب بحكي لنا بيفور بيبرتي عند الميلز نفس الفيميلز، لما نحكي عن التينيجرز واليونج ادلتس الميل تو فيميل ريشيو بتبلش تختلف، يعني بتصير عند الميلز اكثر. فهذا الحكي شو بحكي لي؟ بحكي لي انه ذا جريتر انسيدنس ان ميل ديكلاين، يعني بعد عمر اليونج ادلتس والتينيجرز بصير تقل عند الميلز. بالاول ميلز وفيميلز نفس الشيء، بعدين تينيجرز ويونج ادلتس بصير عند الميلز اكثر، بعدين لما يكبر الواحد شوي يصير اللي بتبلش تقل عند الميلز، بالمقابل ممكن تصير عند الفيميل، اوكي؟ مش كثير بيهمني موضوع الميلز والفيميلز. هذه النوت جبت لكم اياها من امبوس كثير حلوه، بتحكي لنا انه عشان ما ننسى دائما هذا السؤال بنساله بالراوندات، انه الموست كومن كوز للاكيوت ابدومن ريكويرنج ايمرجنسي هو الاكيوت ابندسايتس، فالموست كومن كوز اوف اكيوت ابدومن والموست كومن كوز اوف سيرجيكال ابدومن والموست كومن كوز اوف ايمرجنسي سيرجيكال انترفنشن دان في السيرجري هو الاكيوت ابندسايتس، ان بوث عند الشلدرن وايفن عند الادلتس، والبيك الانسيدنس هو العمر اللي تعلمنا عليه اللي هو من 10 ل 19 سنه، تمام؟ شو يعني من 10 ل 19 سنه؟ يعني عند الشلدرن واليونج ادلتس، اوكي؟ طيب تمام، هلا نبلش نحكي عن الاتيولوجي والباثوفيسيولوجي، يعني كيف بتصير الابندسايتس وليش بتصير؟ طيب هلا لا احنا لحد الان ما في عنا سبب واضح يعني ليش الابنسايتس بتصير، هي عده اسباب لكن حتلاقوها متداخله مع بعض. انا بهمني السبب اللي دائما بشرح لنا واللي يعني هو اهم واحد اللي هو مين الاوبستراكشن اوف ذا ابندكس لومن. رح تشوفوا انه هلا هذا اول شيء اللي بيشعل الشراره، خلينا نحكي بتصير وراء مجموعه احداث مجموعه مشاكل بتؤدي الى التهاب في الابندكس. الاوبستراكشن شو الاشياء اللي ممكن تسكر اللومن اوف ذا ابندكس وتعمل عنا المشاكل اللي حكيت لكم عنها؟ اول شيء رح نبلش انه ممكن يكون في عندنا ليمفويد هايبربليجيا، يعني ممكن الليمف نودز الموجوده في الوال اوف ذا ابندكس يصير فيها هايبربليجيا، لما يصير فيها هايبربليجيا تضيق اللومن اوف ذا ابندكس تعمل فيه اوبستراكشن، تمام؟ طيب اشياء ثانيه زي فيكيلث او فيكيلث اوبستراكشن، يعني اللي يعمل اوبستراكشن زي ما انتم شايفين هون بهاي الصوره يكون عباره عن يعني عباره عن ماس، هاي الماس كومبوزد اوف انسبسيتد فيكال ماتيريال، يعني عباره عن فيسز او ستول، معاها بيكون كالسيوم فوسفيتس ومعاها بكتيريا اند ابيثيال ديبريس، هاي يعني هاي الكتله مع بعض بسميها فيكالت، اوكي ممكن تعمل ابستراكشن زي ما انتم شايفين في الابندسي اللومن وتعمل عندنا الاكوميليشن اوف انفلاماتوري سيل اند انفلاماتوري ميدياتورز اللي بنحكي عنها هلا قدام. ممكن يكون اللي عامل ابستراكشن فورين بودي وهذه رير نشوفها، ممكن يكون ستراكشر هذا ممكن يصير بعد العمليات افتر سيرجريز او افتر بروسيجر معين، اوكي ممكن يكون تيومر وهذا الشيء بشك فيه اكثر عند الالدرلي، عشان هلا رح تشوفوا لقدام انه اي بيشنت الدرلي فوق ال 40 سنه او فوق ال 50 سنه بصير عنده ابندسايتس لازم بعدين اعطيه موعد كولونوسكوبي تو اكسكلود انه ما في عنده سيكل كانسر او ما في عنده ابندسيال تيومر، تمام؟ ممكن انه في انتستاينال باراسايت زي مثلا الاوكسيوريس فيرميكولاريس، مش متاكد
صراحة من لفظها، لكن المهم انه في عندنا باراسايت ممكن يعمل اوبستراكشن في اللومن او في الابندكس يؤدي الى مجموعة الاعراض. يعني اهم حدث لازم يصير اللي هو الاوبستراكشن بغض النظر شو الكوز اللي عامل الاوبستراكشن. بهن تركزوا على اول اثنين اللي هم مين؟ اللي هم الليمفويد هايبربلازيا والفيكوليث ماتيريال. الليمفويد هايبربلازيا هي الموست كومن كوز للاوبستراكشن اوف ذا ابنديسيا لومن عند اليونج ادلتس وعند الالدرلي، اوكي؟ الفيكوليث هي الموست كومن كوز للابنديسيا الاوبستراكشن عند الاطفال، عند الشيلدرن. طيب تمام، هاي الصورة ايش بتورجيني؟ هاي الصورة بتورجيني الباثوفيزيولوجي اللي بيصير لما يصير في اوبستراكشن. نفترض صار في اوبستراكشن ديو تو فيكوليث ماتيريال، ايش راح يبلش يصير؟ اول ما يصير في اوبستراكشن حيبلش يرتفع البريشر داخل الابنديسي اليومن، ولما يرتفع البريشر راح يصير في عندنا ايديما، وهاي الايديما ايش راح تعمل؟ راح ترفع البريشر بزياده. طيب من الاشياء اللي راح تصير كمان انه البريشر اللي زاد والايديما اللي صارت راح تضغط على البلود فيزلز وراح تضغط على الارتريز والفينز. لما تضغط على الارتريز راح تقلل البلود سبلاي اللي جاي الابندكس، ولما تضغط على الفينز حتمنع الفينس درينج فحنزود الايديما بزياده. طيب هذا الشيء راح يحفز البكتيريا النورمال فلورا الموجوده في الوول اوف ذا ابندكس انه يصير لها بروليفريشن. لما يصير لها بروليفريشن راح يتحفز الجهاز المناعي الايميون سيستم فيرتفع عدد الوايت بي سيز عندنا بريفري، يعني يرتفع عدد الوايت بلود سيلز تحديدا مين؟ تحديدا نيوتروفيلز، اوكي؟ فكل الباثوفيسيولوجي كل الانفلاميشن اللي صار او الانفكشن اللي صار يسببه الاوبستراكشن اند ابندسيا لومن زي ما حكينا. بيزيد البريشر بزياده لما يصير في عندنا اوبستراكشن لللمفاتيك درينج، يعني نمنع الليمفاتيك درينج ونمنع الفينوس درينج، فكل الليمف وكل الدم اللي في الفين يتجمع في اللومن اوف ذا ابندكس، بنفس الوقت لا في بلاد سبلاي اصلا جاييها لانه احنا ضغطنا على الارتريز وصار في عندنا اسكيميا منعنا البلاد سبلاي. تمام؟ طيب بحكي لنا انه هاي الباثوفيسيولوجي كلها اللي شرحناها هلا بس افهموها فيها، ما بتقعدوا تحفظوا فيها، افهموها فيها، افهموها بس الطريقه اللي حكيت لكم اياها هلا. بحكي لنا انه نهايه هذا الانفلاميشن اللي صار ممكن يجيني في برزنتيشن الاكيوت ابندكسايتس اللي احنا عارفينه، او ممكن انه هذه الاسكيميا اللي حكيت لكم عنها يعني يصير في عندنا اسكيميا في الوول اوف ذا ابندكس مش واصلها اكسجين مش واصلها بلاد سبلاي، بالتالي يضعف الوول اوف ذا ابندكس، ولما يضعف يصير له بيرفوريشن، والبيرفوريشن هذا يطلع كل الكونتنت المتحشر جوا على البريتونيوم، يعمل عندنا شيء كثير خطير علمتكم اياه في الماكلاود اسمه بريتونايتس اللي هو ما في حل له الا السيرجري، او انه تتبلش يعني يبلش يتكون عندنا ابنديسيا الماس، يعني بدل ما يصير في بيرفوريشن. ليش مش كل الحالات الناس اللي بصير عندهم زايده ما بتنفجر عندهم الزايده وبصير عندهم مضاعفات؟ لانه في ناس بيشتغل عندهم البوليس مان اوف ذا ابدومن، يعني بيشتغل عندهم الاومنتم وبتشتغل عندهم الانتستن سبحان الله، وبتيجي تكون زي ماس حوالين الابندكس عشان تمنعها انها تنفجر، فبصير في عندنا شيء ثاني مضاعفات زايده اسمه ابنديسيا الماس او ابنديسيا الاكسس، اوكي؟ فيا اما البيشنت بينتهي باكيوت ابندسايتس وبنلحقوا فيها ومنعالجه ونستأصل الزايده عنده، او انه بتنفجر الزايده عنده بصير عنده مصطلح البريتونايتس اللي يا اما نلحق المريض يا اما نلحقه، او انه بتيجي سبحان الله الاومنتم والانتستين اللي في الابدومن بلفوا حوالين الابندكس ومنعوها انها تنفجر بيعملوا وات وي كولد ابنديسيا ماس. كل هاي المصطلحات رح نمر عليها اكثر ونحكي عنها اكثر قدام، لكن مبدئيا بدي اياكم بس تميزوا الباثوفيسيولوجي تبع الابندسايتس بس بشكل يعني سريع، هيك الاشياء اللي فهمناها فهم واللي حكينا عنها. اذا زي ما حكينا بصير في الليمفويد هايبربلازيا، نفترض انه الليمفويد هايبربلازيا هي اللي سببت الاوبستراكشن اللومن، فبتعمل نروينج للومن وبعدين بتعمل له اوبستراكشن. بحكي لك انه بصير في عندنا كونتينيود ميوكس سكريشن اند انفلاماتوري اكسوديت. احنا بنعرف انه الابندكس اصلا بتفرز ميوكس، فتخيلوا انه اللومن اوف ذا ابندكس تسكر، هذا الميوكس كله راح يتجمع راح يتحشر وين؟ في اللومن اوف ذا ابندكس اتسلف. شو راح يعمل؟ راح يرفع البريشر داخل الابندكس، لما يرفع البريشر راح يضغط على الليمفاتيك درينج على الفينس درينج، فيتجمع كل البلد وين؟ في والسوائل واللمف في اللومن اوف ذا ابندكس يعمل في ايديما، اوكي؟ هذا الشيء حيعمل عندنا ميوكوز الالسريشن في الوول اوف ذا ابندكس، وحيعمل كمان عندنا زي ما حكيت لكم ايش؟ بكتيريال ترانسبورتيشن، ببلش يصير في عندنا بروليفريشن النورمال فلورا الموجوده في الوول اوف ذا ابندكس. بحكي لك عند هاي المرحله ممكن ما يكمل الباثوفيسيولوجي ويصير في ريزوليوشن، يعني الشخص انه ايش؟ يطيب، يعني اصلا يعني اثناء ما بلشت الباثوفيسيولوجي هذه ما يحس باعراض لحالها يصير لها ريزوليوشن سبونتينيوسلي، او انه يكون هو ماخذ انتبيوتيك لسبب او لاخر وهذا الانتبيوتيك اللي عمله عالج كل هذا الباثوفيسيولوجي اللي بلش يصير، اوكي؟ فممكن انه الاعراض كلها او الاشياء كلها اللي عم بتصير عنده داخل الابدومن هذه توقف ويصير لها ريزوليوشن ايذر سبونتينيوسلي او ديو تو انتبيوتيك ثيرابي. طيب ممكن انها تكمل هاي العمليه، طب لو كملت ايش بده يصير؟ حيصير في عندنا مور ديستنشن في الوال اوف ذا ابندكس زي ما حكيت لكم، حيصير في فينس ابستراكشن هذا حيزود الاديمه، وحيصير في عندنا وول اسكيميا، وول اسكيميا هذا اللي بخاف منه، لانه الاسكيميا في بدايتها اوكي تعمل اعراض اكيوت ابندكسايتس بلحق فيها المريض وبستاصل له الزايده، لكن الاسكيميا في نهايتها
خلاص هتقطع كل بلود سبلاي عن الابندكس وتعمل لنا وات وي كولد اسكيميكن كروسس، يعني تموت الابندكس كامله ديو تو اسكيميا، والاسكيميكن كروسس يصير عباره عن جانجرينس ابندسايتس، وبالتالي يصير في عندنا ايش، يصير في عندنا بيرفوريشن، لانه خلاص ما دام الابندكس ماتت وصارت جانجرينس حيضعف الوال على الاخر ويصير له بيرفوريشن. وانس انه صار له بيرفوريشن كل شيء حيطلع على البريتونيال كيفيتي، يعمل عندنا شيء كثير خطير اللي هو البريتونايتس اللي بتسمعوا عنه بلغتنا العاميه اللي هو انفجره السايتو. اوكي طيب، اذا اول شيء عرفناه انه ممكن يصير لها ريزوليوشن سبونتينيسلي. ثاني شيء عرفناه، اذا هي اول شيء ريزوليوشن. ثاني شيء ممكن يصير انه لا يعني تكمل وتوصل للاكوت ابندسايتس اللي رح ندرسها الان بتفاصيلها ونعرف عنها. طيب ممكن انه ايش، ممكن انها تكمل في الاسكيميا وتوصل لمرحله نيكروس جانجرين ويدخل البيشنت بيريتونايتس. طيب الشغله الرابعه ممكن تصير زي ما حكيت لكم، انه ما تنفجر الزايده، انما يتنبه لها البوليس مان اوف ذا ابدومن، شرطي الابدومن هو الاومنتوم، ويتنبه لها الانتستاينال لوب، وتيجي تلف حوالين الابندكس تمنعها انها تنفجر، وتعمل عندنا زي ماس حوالين الابندكس. ليش؟ لانه كل الانتستاينال لوب والاومنتوم لفوا حوالين الابندكس فصارت عباره عن كتله. شو بسميها؟ بسميها فليجمونس ماس او باراسيكل ابسس، يعني هذه الماس احتمال تلتهب وتصير عباره عن ايش، بتصير عباره عن ابسس. المهم انها ماس، المهم انها كتله. تمام طيب، والفيت الخامس اللي ممكن يصير انه هذا الابنديسيال انفلاميشن كله اللي صار في المراحل السابقه الشخص يطيب منه لحاله، يعني مش انه طاب منه، احنا حكينا اول فيت انه يطيب قبل ما يصير اصلا اكيوت ابندسايتس. تمام، ريزوليوشن قبل ما يصير اكيوت ابندسايتس، قبل ما يكمل الباث فسيولوجي، لكن ممكن يكمل الباث فسيولوجي يوصل عند الاكيوت ابندسايتس ويطيب منه الشخص لحاله، يصير في عندنا ريزولف. لكن ايش يترك وراه؟ يترك وراه دليل انه هذه كانت الابندكس صاير فيها اكيوت ابندسايتس وبعدين صاير فيها سبونتينيوس ريزوليوشن. شو هو الدليل؟ انه بيتكون عندنا شيء اسمه ميوكوس سيل اوف ذا ابندكس، يعني ببلش يتجمع هذا الميوكوس اللي حكينا عنه بتفرز الابندكس، بتجمع بكميات كثير كثير كبيره وبيعمل عندنا زي ماس في الابندكس نسميها ميوكوس سيل اوف ذا ابندكس. اوكي فبتعرفوني من هذا الستايد الباثوفيسيولوجي بشكل عام، بتعرفوا ايش هو الفيتس اوف ذا اوبستراكشن اوف ذا لومن اند ابندكس، يعني لو سكر اللومن اوف الابندكس شو الاشياء اللي ممكن تصير اللي هم من واحد لخمسه اللي حكيت لكم عنهم. تمام طيب، هاي الصوره بتورجيني عباره عن اكيوت انفليمد ابندكس، طلعوا كيف مبينه انها محتقنه، يعني مليانه سوائل ومليانه انفنتري سيل وانفنتري ميدياتور لدرجه انه متغير لونها زي ما انتم شايفين هون نتيجه البص الموجود واللي متكون، وحتى انها ديستندد ابندكس، يعني الابندكس النورمال اصغر من هيك، ما بتكون ديستندد ومبينه بهاي الصوره. هون شو مورجين؟ هون مورجين السوبيوراتيف جانجرينس ابندسايتس، يعني ابندسايتس وصلت مرحله الجانجرين، طلعوا كيف انها سوداء، يعني صار فيها نكروسس على الاخر. اوكي هذه الصوره بتورجيني الميوكوسين اللي حكيت لكم عنه اللي ممكن يوصل البيش لمرحله الاكيوت ابندسايتس وبعدين ريزوليوشن، ويدلني على هذا الريزوليوشن وجود الميوكوسين. الميوكوسين هو عباره عن الاكيوميليشن للميوكوس في الابندكس بكميات كثير كبيره. تمام طيب اوكي، هلا بعد ما حكينا عن الباثوفيسيولوجي وحكينا انه احد اخطر الاشياء اللي ممكن ينتهي فيها الباثوفيسيولوجي انه يعني تنفجر الزايده ويصير في عندنا وات بي كولد ديفيوز بيريتونايتس، وتعلمته في الماكلاود كيف تشوفوا انه هذا البيشنت في عنده ديفيوز بيريتونايتس، بيكون في عنده تندرنس وريباوند تندرنس بكل الابدومين، وبيكون في عنده وات بي كولد ريجيديتي ريجيديتي او بورد لايك ابدومين، الابدومين زي لوح الخشب بالضبط. اوكي وبيكون في عنده يعني ديكريز في الباول ساوند، مش حكينا بيكون البيشنت لما يكون عنده ديفيوز بريتونايتس بدوش يحرك ولا اي شيء في الاب من عنده بالمره، بيكون في عنده ديفيوز او ديكريز او ايفن حتى ابسنت باول ساوند، هذه كلها ساينز بتبني على ديفيوز بريتونايتس، وهو عباره عن الجريت ثريت اوف اكيوت ابنسايتس، اكثر شيء بخاف منه انه يصير، واكثر شيء بنسمعه احنا يعني حوالينا بحياتنا العاميه الاطفال بيروحوا بسببه، يعني انفجرت الزايده وما لحق الطفل او تشخص غلط انفجرت الزايده عنده، يعني صار عنده ديفيوز بريتونايتس، وهذا اكثر شيء بخاف منه انه يصير عند البيشنت اللي بصير عنده التهاب بالزايده. اوكي طيب ليش بصير الديفيوز بريتونايتس؟ يا اما ديو تو فري مايجريشن اوف بكتيريا ثرو ان اسكنت ابنديكولار وول، يعني الوول اوف ذا ابندكس ما صار فيه بيرفوريشن ما انفجر، بس انه نتيجه الضعف الشديد اللي صار فيه قدرت انها البكتيريا تخرج منه وتعمل ابندسايتس، سوري تعمل بريتونايتس بكل الابدومين ديو تو وات، ديو تو البكتيريا نفسها، يعني البكتيريا اللي طلعت من الوول اوف ذا ابندكس وراحت على البريتونيوم بدون ما ينفجر الوول اوف ذا ابندكس. اوكي بس لانه كثير ضعيف. طيب ممكن يصير الشيء اللي احنا عارفين الكومن اللي هو فرانك بيرفوريشن، تنفجر الزايده وكل الكونتنت اللي فيها يطلع على البريتونيوم يعمل ديفيوز بريتونايتس. اخر شغله انه يصير في عندنا ديلايد بيرفوريشن، يعني شفتوا هذه الابنديكولار ماس اللي حكينا عنها فوق او الابنديكولار ابسس، ممكن هذه الماس او الابسس اذا ما عالجتها بالطريقه الصحيحه وتركتها ممكن اخر هاي الماس انها تنفجر وتعمل عندنا ايش، تعمل ديفيوز بريتونايتس. اذا هذا البيرفوريشن ممكن يكون فرانك، يعني بيرفوريشن اكيوت
ممكن يكون ديليت متاخر شوي، يعني بعد تتكون الماس او يتكون الابس اللي حكيت لكم عنه فوق. تمام. طيب شو الفاكتورز اللي بتخلي هذا الشخص عرضه اكثر من غيره انه يصير عنده بيرفوريشن، بالتالي يصير عنده ديفيوز بريتونايتس؟ اول شغله لازم نعرفها اللي هي الاكستريم اوف ايجز. راح تشوفوا هلا انه مش حكيت لكم بعض الاشياء اللي بتحمي انه يصير في عندنا بيرفوريشن، انه الاومنتم الموجود في الابدومن والانتستن تيجي تلف حوالين الابندكس، بتعرف انه فيها التهاب بتلف حواليها وبتمنعها انها تنفجر، سبحان الله. تمام. هذا دور الاومنتم اللي بيسموه البوليس مان اوف ذا ابدومن، شرطي الابدومن، بدور بس على اي التهاب موجود عشان يروح يلف حواليه ويمنعه انه ينفجر ويمنعه انه يعمل بريتونايتس. طب ليش الاكستريم اوف ايجز اللي هم الاطفال والالدر اللي يعرضوا اكثر من غيرهم انه يصير عندهم بيرفوريشن ويصير عندهم ديفيوز بريتونايتس؟ لانه هذا الشرطي الابدومن اللي حكينا عنه عند الاطفال بيكون اماتشور، يعني بيكون نوت ويل ديفلوبد، مش متكون كويس بحيث انه يشتغل وظيفته ويروح يلف حوالين الزايده ويمنعها انها تنفجر. اوكي. طب ليش الالدر اللي عرضه اكثر؟ لانه بيكون في عندهم اتروفايد اومنتم، اومنتم بيكون مع العمر بيصغر وبطل قادر يقوم بوظيفته. اوكي. فعشان هيك الالدر اللي والتشلدرن عرضه اكثر انه يصير عندهم ايش؟ يصير عندهم بيرفوريشن وبريتونايتس من الاكيوت ابنديسايتس. طيب ثاني شغله بتخلي شخص عرضه اكثر من غيره انه يصير عنده بيرفوريشن وديفيوز بريتونايتس اللي هم الاميون سبريشن، الناس اللي مناعتهم اوريدي يعني ضعيفه، زي البريجننت ليديز، زي مثلا الناس اللي بياخذوا ستيرويد، زي الناس اللي بياخذوا كيمو راديو ثيرابي، والناس اللي عندهم ان كنترول ديابيتس ميليتس. اوكي. طيب الدي ام كمان، يعني الدي ام بحد ذاته لما يكون ان كنترول بالتحديد بيعمل اميون سبريشن، والاميون سبريشن تخلي الشخص هذا عرضه اكثر من غيره انه يصير عنده بيرفوريشن اند بريتونايتس. هلا بحكي لك انه الفيكولث اوبستراكشن بحد ذاته، مش احنا في حكينا في عندنا كثير اسباب للاوبستراكشن اوف ذا ابنديس هي اللومن، في عندنا سبب بخاف منه اللي هو الفيكولث اوبستراكشن، لما تكون اللي عامل اوبستراكشن هو الفيسس، هذا يعني بيخلي الشخص عرضه اكثر من غيره انه يصير عنده بيرفوريشن بريتونايتس. يعني لو اجينا نقارن بين شخص صار عنده اوبستراكشن ديو تو ليمفويد هايبربلاسيا وشخص صار عنده اوبستراكشن ديو تو فيكولث، مين الاخطر؟ اللي صار عنده اوبستراكشن ديو تو فيكولث، لانه هو الخطر اكثر انه يعمل بيرفوريشن اند بريتونايتس. تمام. بحكي لك انه الفري لاينج بلفيك ابندكس، يعني مش حكينا التيل اوف ذا ابندكس الاماكن المختلفه فاريبل، لما يكون التيل اوف ذا ابندكس في البلبس هذا عرضه اكثر انه يعمل بيرفوريشن اند بريتونايتس. طيب انه يكون الشخص عامل بريفيس ابدومينال سيرجري. تمام. يعني هذا الشخص اللي بيكون عامل عملية قبل هالمرة وصار عنده بعدين acute appendicitis، هذا عرضة أكثر من غيره إنه يصير في عنده perforation and peritonitis. أوكي. فركزوا لي عليهم هذول الفاكتورز اللي بروموت البريتونايتس مهمة. طيب نيجي نحكي هلا عن المهمة، الحكي اللي قبل بتقدروا انكم هيك تقرأوه قراءة سريعة. هلا بدنا نبلش بالحكي اللي بهمنا احنا كدكاترة، بهمنا احنا كجي بيز وكميديكال ستودنتس، كيف نتوقع او نشك او نشخص انه هذا البيشنت في عنده acute appendicitis. طيب هلا مش احنا حكينا انه في عندنا كلاسيكال برزنتيشن عشان هيك التشخيص تبعها كلينيكلي، بقدر اشخصها كلينيكلي، يعني هيستوري وفيزيكال اكزامينشن كثير مهمه. نيجي نبلش هلا بالهيستوري. بحكي لنا اول شيء انه البين تبعها فيري كاركترستيك، اول شيء البين ببلش فولي لوكالايزد، كوليكي ابدومينال بين، وين؟ في البيري امبلايكر اريا. الالم ببلش دائما في الابدومين بصير البين، بعدين بصير سوماتيك بين، بصير البين يعني فولي لوكالايزد ان ذا ميد لاين due to irritation of the visceral peritoneum. Somatic pain يعني pain بيكون localized أكثر due to irritation of the parietal peritoneum. ال appendix منها جاية من mid gut structure، معناته حيبلش visceral pain وين؟ حيبلش visceral pain around the umbilicus, periumbilical vein. تمام؟ يعني تقريبا نقدر نحكي central abdominal vein. وهذا البين ماله بيكون معاه انوركسيا نوزيا اند يوجوالي 1 تو 2 ايبيسودز اوف فوميتنج ذات فولو ذا اونست اوف بين. بحكي لك ممكن انه الفوميتنج والنوزي والانوركسيا يبلشوا بعد البين، وهذا الشيء الكلاسيكي يعني انه يحكي لك انا بالضبط بلش معي الم حوالين منطقه السره، بعدين صرت احس باعراض ثانيه زي فقدان شهيه ولعية نفس واستفرغت اكثر من مره، بعدين هذا الالم تقريبا يعني له عندي يومين، في اليوم الثاني تحول وصار على الرايت اريا قصه وبطلت قادر اتحمل واجيت على الطوارئ. اوكي. طيب فهيك هيك بالضبط، هذا الكلاسيكي اللي لازم نعرفه. لكن بحكي لك مش شرط انه يكون زي ما حكيت لكم قاعده، يعني الانوركسيا والنوزي والفوميتنج الكلاسيكي اللي بنبلشوا بعد البين، لكن عادي ممكن في بعض الحالات يكونوا قبل البين، وهذا الشيء اللي بيخليني شوي يعني يتاخر التشخيص تبعي او شوي يخرب على التشخيص تبعي، انه البيشنت جاييني ب يعني نوزيا فوميتنج انوركسيا ولسه البين عنده مش ظاهر، اكيد ما راح اشك اول شيء في الابندسايتس. تمام. فدائما البيشنت اللي بيكونوا جايين في كلاسيكال برزنتيشن بيكون التشخيص تبعهم اسهل. طيب هون في ملاحظه لازم نعرفها وكان حكينا اياها مره دكتور عماد، انه اذا كان الشيء الكلاسيكي اللي لازم نعرف في الابنسايتس انه الفوميتنج اللي معاها بيكون 1 تو 2 ايبيزودز، يعني الفوميتنج بيجي خلينا نحكي من شده الالم اللي عند البيشنت.
تمام، ما له سابقة. لكن اذا كان مور ذان تو ابيزودز للفوميتنج، بدي ابلش اشك بالديفرنشال دياجنوستس ثاني، يعني بدي اشك انه هذا البيشنت في عنده جاسترو انترايتس مثلا، في عنده بنكريتايتس، في عنده انستاينال ابستراكشن، يعني بدي اشك بشيء اكثر يعني سبيسيفيك عامل عنده فوميتنج، تمام، اذا كان اكثر من هشبتين للاستفراغ. طيب هلا بحكي لنا مع البروجريسيف انفلاميشن، كل ما يكمل الباثوفيسيولوجي اكثر، كل ما دخلنا في السيمتومز السبيسيفيك اكثر. طيب حكينا هذا البين، غير انه ببلش فيسيرال بين بيري امبلايكم، بيكون معاه مجموعه اعراض ثانيه، بصير له بعدين شيفتنج اوف بين، يعني شيفتنج بصير مور لوكالايزد اكثر. وين بيروح؟ بيروح على الرايت اليك فوسا او على الرايت لور كوادرنت، ديو تو وات؟ ديو تو اريتيشن اوف ذا بارايتال بيريتونيوم، يعني بيتحول من فيسيرال بين الى سيماتيك بين، بحيث انه هذا الالم بصير مور انتنس، شديد اكثر ومؤلم اكثر. مش تتذكروا لما حكيت لكم انه لما الالم اجى رايت اليك فوسا ما قدرت تتحمله اجت على الطوارئ، اوكي؟ اذا بصير مور انتنس، بصير كونستنت، بصير الالم عنده مستمر ما بيروح، وبصير لوكالايزد زي ما حكينا وين تحديدا؟ في الرايت اليك فوسا، تمام؟ طيب وبحكي لك انه اي كافينج او حتى سدن موفمنت حتزود الالم الموجود في الرايت اليك فوسا، لانه الاكيوت ابنتسايتس الالم تبعها انفلاماتوري ان نيتشر. انفلاماتوري ان نيتشر يعني اي شيء، اي حركه بيعملها البيشنت بتخلي انه هاي الابندكس يعني تضرب في البرايتر بيتونيوم، حيزود الالم عند البيشنت. عشان هيك البيشنت بده يكون حتى ما بده يكح، ما بده يتحرك، ما بده يعمل اي شيء يزود الالم عنده. حتى احنا علمونا الدكاتره في الرنودات انه كيف نسال المرضى عشان ندل انه هذا البيشنت انفلاماتوري ان نيتشر، نحكي له انت جاي بالسياره هل كنت انت بتسوق ولا يعني حدا بيسوق، بحيث انه نعرف اذا كان هو بيسوق اي او بغض النظر يعني كان موجود بالسياره، اي مطب تم الحركه عليه او اي حركه بتصير بالسياره بزيد الالم عندك. اذا حكى لي اه معناته هذا بدل انه هذا انفلاماتوري بين، دليل انه اي حركه صارت عملت اريتيشن في الانفلامد ابندكس مع البرايت بريتاني وزودت عنده الالم، اوكي؟ طيب هلا ايش بالنسبه للانوركسيا؟ الانوركسيا من الاشياء الكلاسيكال، يعني عشان احكي انه هذه كلاسيكال ابندسايتس لازم يكون فيها انوركسيا. كان يحكي لنا الدكتور عماد اذا كان نو انوركسيا نو ابندسايتس، يعني في الكلاسيكال ريبرزنتيشن لازم يكون في انوركسيا، ما كان في انوركسيا هذه مش ابندسايتس، تمام؟ لكن في حالات زي ما حكينا اتيبيكال ممكن ما يكون فيها ابندسايتس، اوكي؟ اذا هي كونستانت كلينيكال فيتشر في الحالات الكلاسيكال وخاصه عند الاطفال، تمام؟ هاي بحكي لك موجوده، جبت لكم اياها من امبوس، موجوده ان اب تو 80% اوف كيسز، وفي الحالات اللي بيكونش فيها if there is no loss of appetite appendicitis is unlikely، يعني اذا كان هذا البيشنت ما عنده فقدان لشهيته بحط الابنسايتس اخر شيء بالتفكير تبعي، تمام؟ حتى هذه ساين يمكن تسالوا عنها بالراوندات، شو بسموها؟ بسموها همبرجر ساين، اوكي؟ طيب نسال بالفاميلي هيستوري، بيحكي لنا انه ثلث الحالات او ثلث حالات الاطفال بيجي عندهم ابنسايتس بتلاقي في عندهم فيرست ديجري ريلاتيف وذ سيميلر هيستوري. شو يعني فيرست ديجري؟ يعني امه او ابوه او اخوان بتلاقيهم شايلين الزايده لانه صارت معهم هذه الاعراض قبل هالمره، اوكي؟ طيب one half of acute appendicitis classic visceral somatic sequence of pain، بحكي لك نص حالات الاكيوت appendicitis بيجوني بهذا الكلاسيكال برزنتيشن اللي حكيت لكم عنه، يعني النص يعني 50% نسبه لا يستهان فيها، تمام؟ النص الثاني الفكره انه ما بحط الابنسايتس تبعي في الرقم واحد في التوب اوف ماي ديفرنشال، بحطها اخر شيء او بحطها رقم اثنين او ثلاثه، لانه البرزنتيشن ما بيكون التيبيكال برزنتيشن اللي انا عرفته اللي يخليني مباشره اشك في الابنسايتس، تمام؟ وهي بدها خبره، اكيد الدكتور يكون عنده خبره عشان يعرف كيف يتعامل مع الحالات الاتيبيكال. هذه بالنسبه للهيستوري. نيجي نحكي هسه عن مين؟ نيجي نحكي هسه عن الساينز. الساينز اول شيء نبلش في التمبرتشر والبلس ريت، يعني نبلش بالفايتال ساينز. دائما اتفقنا بالفيزيكال اكزامينشن قبل ما تبلش في اي فيزيكال اكزامينشن في الدنيا لازم تبلش بالفايتال ساينز، اوكي؟ نبلش نحكي هسه عن التمبرتشر والبلس ريت. بحكي لنا تقريبا بعد 6 ساعات من ظهور الالم تبع الاكيوت ابنتسايتس ببلش البيشنت يصير عنده سلايد بايركسيا، يعني ارتفاع بحرارته لكن بيكون خفيف، ما مش بيكون يعني بيكون لو جريد فيفر مش هاي جريد فيفر، لانه لو كان هاي جريد فيفر بدي ابلش افكر بتشخيص ثاني او افكر انه هذه زايده دخلت في مضاعفات، يعني دخلت في كومبليكيشن زي بريتونايتس او ابندكلر ماس او ابندكلر اكسس، اوكي؟ اذا الفيفر اللي بتصير مع الاكيوت ابنسايتس الكلاسيكال بتكون لو جريد فيفر، غير هيك بدي افكر بكومبليكيشن، تمام؟ طيب مع الفيفر بصير في عندنا ريفلكس تاكي، بصير في عندنا ارتفاع في البلس ريت من 80 ل 90 تقريبا، تمام؟ اذا البيشنت تبع الاكيوت ابنسايتس كيف بيكون؟ بيكون انويل، بيكون تعبان، مش مرتاح، مش كويس، وذ لو جريد فيفر او لو جريد بايركسيا. طيب تمام، لما بلش نعمل انسبكشن الابدومن حنشوف انه في عندنا ليميتيشن للريسبيراتوري موفمنت في اللور ابدومن، لانه زي ما حكيت لكم البيشنت البين اللي بيكون عنده انفلاماتوري ان نيتشر بيكون ما بده يحرك الابدومن، يعني بدوش يتحرك من برا عشان ما يزيد الالم اللي عنده، عشان هيك بيكون في عنده ليميتيشن في الريسبيراتوري موفمنت. طيب هلا رح نبلش نحكي عن الساينز المهمه، رح نشوف انه في عنده لوكالايزد تندرنس، رح نشوف انه في عنده لوكالايزد ابدومينال تندرنس ماكسيمال ات ميكبيرنيز بوينت. البيشنت الدكتور اللي شاك انه هذا المريض في عنده اكيوت ابنسايتس يبلش يدور كسيرفس اناتومي على المكبيرني بوينت ويعمل بالبيشن عليها،
حيكون البيشنت تألم جدا في هاي المنطقه. اذا هاي اول ساين انه في عنده ايش، انه في عنده لوكالايز تندرنس ات كرانيس بوينت. لما اجي افحصه كمان رح الاقي انه في عنده جيردنج، يعني في عنده انفولنتري كونتراكشن في الابدومينال مسل، لانه بدوش يحرك المسلز او انفولنتري حتى بدون ما هو يحس، عشان ما يصير في اكسسبيشن للالم اللي عنده. اذا في عندنا جيردنج. اوكي طيب، ثالث شغله رح الاقي انه في عنده ريباوند. ريباوند يعني لما اضغط ايدي على الميدبيرني بوينت لجوا واشيلها، لما اشيل ايدي حيتالم البيشنت. هاي معنى كلمه ريباوند تندرنس. تمام، اذا اسكينج ذا بيشنت تو كف اور جنتل بيرفشن اوفر ذا سايت اوف ماكسيمال تندرنس حيعمل لنا وات وي كول ريباوند تندرنس. اذا هاو تو اليسيت ريباوند تندرنس عند مرضى الاكيوت ابنتسايتس، يا اما بتيجي تعمل بيرفشن اوفر ذا ميدبيرني بوينت، او بتيجي تحكي للبيشنت يكح. اذا حكيت له يكح وتالم، او عملت له بيرفشن اوفر ذا ميدبيرني بوينت وتالم، هذا بيكون positive rebound tenderness. اوكي طيب، الشغله الرابعه اللي هي pointing sign. pointing sign يعني يجي الى الدكتور يعلم مكان الميكبيرنيس بوينت ويشد عليها ويشيل ايده، حيتالم المريض. اذا pointing sign كاني عم بحكي عنها طريقه ثالثه تو اليسيت الريباوند tenderness. اذا صار في عندنا ثلاث طرق يدلون انه هذا البيشنت في عنده ريباوند tenderness: ask patient to cough او gentle percussion over the ميكبيرنيس بوينت او pointing sign. اوكي طيب، في عندنا ساين كمان مهمه اللي هي اسمها روفزنج ساين، وفي عندنا كمان اليو سوا ساين، وفي عندنا الاوبتريتور ساين. هذول اخذتوا عنهم بالباك كلاود، هلا مطلوبين منكم بالتفصيل تعريف كل وحده، واذا جتكم صوره تكونوا عارفين شو هي وكيف تعملوها بالمستشفى. يعني اللي بدي اوصلكم اياه انه بيجي ستيشن اوسكي كامل اكزامين فور ساينس اوف ابنديسايتس، عشان هيك لازم تكونوا متدربين عليهم. وبيجيكم كمان في ميني اوسكي اسئله كثير سهله على هاي المحاضره، انه بس بجيب لك الدكتور عماد الصوره وبسالك شو هاي الساين، لمين، لايش نستعملها او على ايش بدك. اوكي هلا بدنا نحكي عن السوا ساين. السوا ساين يا جماعه ممكن اعملها بطريقتين. تمام، اول طريقه اني اجي اعمل باسيف اكستنشن اوف ذا هيب. طبعا معنى كلمه باسيف واكتف، اكتف انه البيشنت لحاله هو اللي يحرك اللم عنده، لكن هاي كلمه اكتف، لكن باسيف انا احركه، يعني الدكتور هو اللي يحرك. تمام، فلما احكي انه اول طريقه اعمل فيها السوا ساين هي باسيف اكستنشن، يعني يجي الدكتور نفسه يحرك الهيب جوينت ويعمل له اكستنشن بهاي الطريقه زي ما انتم شايفين، يعني يرجعه لورا. اوكي، لما يعمل هاي الحركه اذا البيشنت تالم في مكان الرايت ايليك فوسا او الرايت لور كوادرنت، هذه بوزيتيف سوا ساين، بتعطيني احتماليه انه هذا البيشنت في عنده ايش، اكيوت ابنسايتس. هلا الطريقه الثانيه اللي بعمل فيها سوا ساين انه بخلي البيشنت عادي زي ما انتم شايفين هيك، بكون عادي سباين بوزيشن. اوكي، وباجي بحط ايدي على منطقه الثاي عنده، وباجي بحكي له يعمل اكتف فليكشن اجينست ريزيستنس، يعني باجي بحكي له يرفع رجله اجينست ريزيستنس، يعني اجينست ايدي اللي انا حاططها. تمام، مش انا يعني انا ما برفع له رجله، لا ما برفع له الثاي، انا بس حاطه ايدي على الثاي تبعيته وبحكي له ارفع رجلك، عشان هيك سميتها اكتف فليكشن اجينست ريزيستنس. اذا لما رفع رجله نفس الشيء تالم في الرايت ايديك فسه، راح يكون بوزيتيف سوا ساين، بتعطيني احتماليه انه هذا البيشنت عنده اكيوت ابنسايتس. تمام، هلا رح اشرحهم انا على الصور، بس لازم ضروري تحضروا الفيديوهات وطبقوهم على بعض. تمام، هم كثير سهلين، يعني الحد اللي بيطالب الاوستي ستيشن اكزامين فور ساينس اوف اكيوت ابنسايتس ولا اسهل من هيك. اوكي، اذا زي ما حكينا اكتف فليكشن اوف هيب اجينست ريزيستنس او باسيف اكستنشن، في هاي الحاله اذا طلع في عندنا الم بيكون بوزيتيف سوا ساين، يعني على الاغلب بوزيتيف فور اكيوت ابنسايتس على الاغلب وليس يعني حتما. تمام، طيب نشوف هلا الساين الثاني اللي اسمها اوبتريتور ساين. الاوبتريتور ساين هي عباره عن انه اخلي عنده الهيب فليكس والني فليكس بهاي الطريقه تقريبا على 90 درجه. اوكي، واجي شو اعمل له، اجي اعمل له انترنال روتيشن زي ما انتم شايفين هيك. هلا رح تشوفوا انه كلمه انترنال واكسترنال روتيشن بالهيب، او رح تاخذوها ان شاء الله بالعظام بخامسه، انها بتختلف يعني غير المالوفه. احنا بنعرف انه انترنال روتيشن لجوا واكسترنال روتيشن لبرا، لكن الموضوع بالهيب بيختلف. لما اجي احكي لكم انترنال روتيشن للهيب يعني بحركه لبرا، اوكي، عكس عكس. فلما اعمل له هاي الحركه فليكشن للهيب ولني على 90 درجه، وانترنال روتيشن للهيب يعني احركه لبرا ويتالم بالرايت ايليك فوسا، معناته هذه بوزيتيف اوبتريتور ساين، يعني على الاغلب في عنده ايش، اكيوت ابنسايتس. فلما نطلع هون بحكي لنا انه هي عباره عن هيب فليكشن مع انترنال روتيشن. انترنال روتيشن يعني احركها لبرا عكس عكس، هذا رح يعمل الم بالهايبوكاستريوم وبدلني على بوزيتيف اوبتريتور تيست او بوزيتيف اوبتريتور ساين. تمام، طيب اخر شيء ممكن يصير في عند البيشنت كوتانيوس هايبرسيزيا، او اللي هاي معناها انه بصير عنده يعني حساسيه زياده للالم، هايبر سنسيتيفيتي للبين او هايبر سنسيتيفيتي للتاتش على الرايت ايليك فوسا. انا بيهمني مبدئيا احكي لكم اكزامين فور ساينس اوف اكيوت ابنديسايتس، انه اول شيء اول ساين هي اللوكلايز تندرنس، يعني تحددوا الميكبيرنيس بوينت وتعملوا بالبيشن عليها. ثاني ساين تيجوا تعملوا بيركشن اوفر ذا ميكبيرنيس بوينت او تعملوا بوينتنج ساين عليها، بعدين تعملوا الروفزنج والسوس والاوبتريتور. تمام،
طيب هلا بحكي لك احنا هيك تقريبا، يعني اذا كانت السيمتومز الكلاسيكيه الموجوده اللي هو البان بيري امبلايكل اسوشيتد ود انوركسيا نوزيا اند وان تو تو ايبيزودز اوف ذا فوميتنج ذن ذا بين شيفتد تو ذا رايت ايليك فوسا with anorexia زي ما حكينا و positive family history مع ال positive signs اللي حكينا عنها هون كلها، هذه بحد ذاتها كافية انه اشخص هذا البيشنت اللي عنده انه عنده acute appendicitis حتى لو الايمجينج طلعت عنده نيجاتيف. تمام؟ طيب بحكي لنا هلا احنا بنقسم الاكيوت ابنسايتس الى تو كلينيكال سيندرومز، اول وحده اكيوت كاتارال، ثاني وحده اكيوت اوبستركتيف. معنى كلمه كاتارال، كاتارال يعني لما تقرؤوها زي كيف يعني شيء خفيف شيء بسيط زي اعراض انفلونزا بسيطه او رشحه بسيطه. اوكي فلما احكي اكيوت كاتارال ابنسايتس يعني اوكيرز مش يعني سواها مش اوبستركشن، يعني لسه ما صار في عندي اوبستركشن للومن، هي مجرد بكتيريال بروليفريشن او مجرد مثلا بيشنت عنده كونستيبيشن وبياخذ لو فايبر دايت فصار في عنده ايش انفلاميشن في الابندكس وداوت اوبستركشن. هذا ما بخاف منه ما بيخوفني، اللي بيخوفني اللي هو الاكيد ابنسايتس اللي حكينا عنها اللي بتكون سببها مينلي اللي هو اوبستركشن بغض النظر عن السبب اللي عامل اوبستركشن ايذر ليمفويد هيبربليزيا او في فيكولات اوبستركشن بغض النظر. تمام؟ اذا الاكيوت اوبستركتيف ابنسايتس هو اللي بيهمني، هو اللي بيعمل مور اكيوت اند مور ابربت اونست، لو حكينا عنها اصلا الموست كومن كوز للسيرجيكال ابدومن او الموست كومن كوز للاكيوت ابدومن، اللي بيكون عامل جنرالايزد ابدومينال بين من البدايه، وبالعاده تمبرتشر بتكون نورمال فوميتنج كومن انه نشوفه لكن حكينا 1 ل 2 ابيزودز اونلي. تمام؟ يعني بس ذكرها الدكتور هاي الملاحظه عشان تعرف انه في عندنا من اوبستركتيف في عندنا اوبستركتيف اللي احنا بنحكي عنها واللي بتعمل اكيوت ابدومين او سيرجيكال ابدومين هي الاوبستركتيف. اوكي؟ طيب هلا بدي افكاركم تضلها متسلسله معي، بدي اياكم تاخذوا المهم من هاي المحاضره اللي هو الفيزيكال اكزامينشن والانفستيجيشن والمانجمنت. بدي اترك المعلومات النظريه لشغل حفظ بفيديو لحال، يعني شايفين هذه السبيشال فيتشرز اللي لها علاقه بالبوزيشن لها علاقه بالايج اوف الابنسايتس وحتى قائمه الديفرنشال دياجنوزز الطويله هذه للبين في الرايت الى الفسه كلها بدي اجلها، هذه معلومات الحفظ بدي اجلها وين بفيديو لحال تحضروه او تدرسوه بعد ما تخلصوا المهم، يعني بعد ما تخلصوا اللي راح اشرحه هسه اللي هم الساينس والسيمتومز، وراح اروح مباشره على الانفستيجيشن والسكورينج والمانجمنت، لانه انا بدي اياكم تعرفوا هاو تو ابروتش بيشنت وذ اكيوت ابنسايتس، بدي اعقلكم اضل مرتب ومتسلسلين متسلسل افكاركم على شغله انه ايش هاو تو ابروتش بيشنت وذ اكيوت ابنسايتس. لما نخلصوا كامل بتحضروا الفيديو الثاني راح اعمل لكم اياه حوالي نص ساعه عن موضوع ايش؟ عن موضوع السبيشال فيتشرز اللي هي كان يحكي عنها دكتور عماد دائما مقروء مفهوم، يعني حتى هو نفسه ما كان يشرحها لانه هذا كان يحكي معلومات شغل حفظ انتم عليكم تحفظوها وحتى مش كثير بيجي عليها اسئله ومش كثير مهمه. اوكي؟ طيب نكمل هلا بالمهم اللي هو موضوع ايش؟ موضوع نحكي عنه اللي هو نكمل احنا هلا بعد ما عرفنا الساينز والسيمتومز الاكيوت ابنسايتس نيجي نعرف شو النكست ستيب اللي هي شو الانفستيجيشن يعني. هلا بحكي لك زي ما اتفقنا الدياجنوز تبع الاكيوت ابنسايتس اسينشالي كلينيكال، يعني اسينشالي بيعتمد على الاشياء اللي حكينا عنها قبل اللي هم السيمتومز والساينز. طيب بدي اكمل دوري كدكتور في المستشفى واكمل الانفستيجيشن اللي لازم اعملها. بحكي لك في روتين انفستيجيشن لازم تعملها دائما وفي اشياء سيلكتف حسب حاله كل مريض. الروتين انفستيجيشن اكيد لازم اعمله سي بي سي، اصلا اي مريض في الدنيا من ابسط الانفستيجيشن اللي لازم نعمله اياها اللي هي سي بي سي. بحكي لك شو ممكن تلاقي بالسي بي سي فايندينجز سبورتد فور اكيوت ابنسايتس، تلاقي عنده وايت بي سيز كاونت اليفيتد مور ذان 10000 اكثر من 10000. تمام؟ ممكن تعمل له كمان يورين اناليسيس لانه حكينا اذا كانت الاكيوت ابنسايتس التيل اوف ذا ابندكس في البلفس ممكن يعمل اعراض زي ما حكينا ايش فريكونسي اند ايرجنسي، يعني ممكن يعمل اريتيشن لليورينري بلادر واتخربط هذا البيشنت في عنده فعلا اكيوت ابنسايتس ولا في عنده يو تي اي في عنده التهاب في المسالك. اوكي فعشان هيك على اغلب الاطفال او المرضى اللي بيجوني في اكيوت ابنسايتس لازم كمان دائما اعمل لهم يورين اناليسيس تو اكسكلود انه ما عندهم يو تي اي. تمام؟ اوكي في عندنا انفستيجيشن سيلكتيف حسب حاله كل مريض، يعني كانت مثلا فيميل في تشايلد بيرنج ايج لازم اعمل لها بريجننسي تيست لانه ممكن بكل بساطه الاعراض اللي تشكي منها تطلع اعراض حمل. تمام؟ طيب دائما حتى بيعلمونا الدكاتره يعني اي فيميل في تشايلد بيرنج ايج يعني في العمر اللي بصير فيه الحمل بتيجيك على الطوارئ في ابدومينال بين شو ما كان ان شاء الله كان نفس الكلاسيكال برزنتيشن تبع الاكيوت ابنسايتس لازم تعمل لها بريجننسي تيست تو اكسكلود بريجننسي. تمام؟ طيب ممكن تضطر تعمل البيشنت يوريا اند الكترولايتس خاصه اذا كان جيني في اعراض الديهايدريشن. اوكي؟ ممكن تعمل له سوباين ابدومن راديوجراف وابرايت ابدومن راديوجراف اذا كنت شاك انه صاير في عنده بيرفريشن. ممكن تعمل له الترا ساوند او سي تي سكان وذ كونتراست اذا كان ايش؟ اذا كان مش واضح عندك بالضبط هذا اكيوت ابنسايتس او لا، يعني مش كل مريض اكيوت ابنسايتس بعمل له الترا ساوند بعمل له كونتراست انهانس سي تي سكان، هدول بلجأ لهم اكثر اذا كان التشخيص تبعي او الساينس سيمتومز اللي لقيت
بتاعتهم انكونكلوسيف، يعني مش ماشيين كثير مع الاكيوت ابنسايتس. تمام، اوكي. بما انه التشخيص تبعها كلينيكال، طلعوا عندي شيء اسمه دياجنوستيك سكورينج، يعني سكورينج سيستم بجمع لي الفيزيكال اكزامينيشن يعني السيمتومز والساينز والانفستيجيشن المهمه بسكور واحد، بناء عليه بقرر شو النكست ستيب. يعني هل اعمل للبيشنت صور، هل اوديه مباشره على غرفه العمليات، هل اروح واحكي لك انت، احكي له انت اصلا ما عندك اكيوت ابنسايتس. فهذا السكورينج سيستم مستعمل لحد الان، ومع الخبره بصيروا الدكاتره خلص يعني بدون ما يستعملوا هذا السكور بصيروا يعرفوا كيف يتعاملوا مع الحاله. تمام، اذا بيطلع عندي هذا السكور لان الدياجنوز اسينشلي ماله اسينشلي كلينيكال، وعشان يدلني شو اللابوراتوري انفستيجيشن او شو النكست ستيب اللي اعملها للبيشنت، هل اعمل له سيت سكان او ما اعمل له، هل اوديه مباشر عمليات ولا لا. اوكي، طيب اكثر سكور يستعمل لحد الان بكم انه قديم وطلع عندي سكورات ثانيه احدث منه، اللي هو الالفرادو سكور. راح تلاقوا انه في عندي سكورز ثانيه طلعت احدث منه، زي مين مثلا؟ زي الاي اي ار سكور، هو الابنتسايتس انفلاماتوري سكورينج سيستم، هذا مور ابديتد ومور ريسنت من الفرادو سكور، لكن يعني الفرادو هو سيمبليفايد اكثر منه وما زال يستعمل لحد الان رغم انه قديم. تمام، طيب هاي النوت جبت لكم اياها عشان يعني هيك تطلع لكم زي سمري لموضوع التشخيص من امبوس، بتحكي لنا انه الاكيوت ابنسايتس از يوجوالي ا كلينيكال دياجنوستس، بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن واللابوراتوري ستاديز، اللي هي حكيت لكم مثلا نعمل سي بي سي بنلاقي الوايت بي سيز عندها مرتفعه. الايمجينج متى بتكون ريكومندد؟ بتكون ريكومندد لما يكون الكلينيكال دياجنوستس انسيرتن، يعني مش كامل معي الساينس، مش كامل كلها لقيتها، السيمتومز مش كلها لقيتها، البرزنتيشن اللي جايني فيه البيشنت مش كلاسيكال. في هاي الحالة بيكون أنا بحاجة إلى صور تدعم التشخيص تبعي أكثر. تمام؟ طيب نيجي نحكي عن الألفرادو سكور. الألفرادو سكور بيعتمد على سيمتومز وساينز وعلى اللابراتوري فاينلز. السيمتومز اللي هم عبارة عن المايجراتوري رايت إليك فيسا، المايجراتوري يعني بلش في البري أمبرايكل بعدين شفتد على الرايت إليك فيسا. الأنوركسيا اللي حكينا عنها 80% موجودة، نو أنوركسيا نو أبنسايتس. والنوزيا والفوميتنج، كل واحدة فيهم تاخذ نقطة نقطة نقطة. اوكي، طيب شو هم الساينز اللي بيهموني؟ اول شيء التندرنس على الرايت اليك فوسا، وهذا بياخذ نقطتين، بعدين ريباوند تندرنس بياخذ نقطه، والليفيتد تمبرتشر بتاخذ نقطه، وحكينا عنها ايش بتكون؟ لو جريد فيفر، اذا كانت هاي جريد بتدني على كومبليكيشن او بتدني على اذر ديفرنشال دياجنوستس. تمام، طيب شو من اللابوراتوري فايندنجز اللي بيهموني؟ اول شيء الليوكوسايتوز، ارتفاع الوايت بي سيز اكثر من 10000، هاي بتاخذ نقطتين. وشيفت تو ذا ليفت، لما تقراوا كلمه شيفت تو ذا ليفت مع الليوكوسايتوز قصدي فيها انه بالضبط المرتفعات هم مين؟ هم النيوتروفيلز، يعني في عندنا ارتفاع في النيوتروفيلز بالتحديد عن غير عن غير الوايت بي سيز. اوكي، طيب هاي بتاخذ كم؟ بتاخذ نقطه. بدي انا بس اعلم لكم بالدوائر زي ما انتم شايفين على بياخذوا نقطتين، فهم 10 نقاط، نقطتين للتندرنس، نقطتين للكوسيتس، وباقي الباقي ايش؟ الباقي كله نقطة نقطة. طيب بالاخر هيعطوني 10 نقاط، بيحكي لك اذا جمعت من 1 لـ 4 فيري انلايكلي، يعني في هاي الحالة ايش؟ في هاي الحالة بتروح البيشنت احتمال ضئيل جدا انه يكون عنده اكيوت ابنسايتس. اذا طلعت معك بوسيبل يعني من 5 لـ 6، هون بدك توقف شوي، انت بحاجة الى فيردر انفستيجيشن، يعني بحاجة انك تعمل له صور، بحاجة الى كونتراست انهان سيتي سكان، او بحاجة لالتراساوند حتى تدعم تشخيصك اكثر. هون اللي بنحكي عنه نوت كلاسيكال او اتيبيكال بريزنتيشن، او لما يكون الدياجنوز تبعك انسيرتن. تمام، هون بيكون النكست ستيب انك تعمل له ايش؟ تعمل له انفستيجيشن اكثر، تعمل له ايميجنج اكثر. اوكي، طيب اما اذا طلع معك التشخيص من 7 ل 8 او من 9 ل 10 اللي هم فيري بروبابل اند ديفينيت، لا هون خلص بدون ما تعمل له صور مباشره بتوديه بري اوبراتيف مانجمنت اند اوبراتيف مانجمنت، خلص هون بده عمليه لحتى تعمل مانج للابنسايتس. اوكي، اذا زي ما حكيت لكم اقل من 5 يعني من 1 لـ 4 strongly against تروح البيشنت، اذا 7 او اكثر يعني very probable او definite، لا هون strongly predictive على الاغلب بدك تودي البيشنت ايش؟ preoperative preparation and operative يعني appendectomy. اما اذا كان البيشنت في ما بين وبين اللي هو من 5 لـ 6، هون حيحتاج مني اكثر ايش؟ يحتاج تدعيم مني اكثر للتشخيص. شو يعني تدعيم مني اكثر؟ يعني حيحتاج more investigation and more imaging، بيكون النكست ستيب بالاجابات انك تعمل له الترا ساوند او تعمل له كونتراست انهانسد سي تي سكان. اوكي، طيب ممكن السيت سكان والالترا ساوند اذا لقيتهم بوزيتيف فايندنجز فور اكيوت ابنسايتس، لا هذا النكست ستيب بتروح توديه عمليات، تعمل له ابنسكتومي، لكن اذا كانوا نيجاتيف اكسكلود الابنسايتس. تمام، فهذا الابروتش جدا مهم وجدا تسالوا عنه، اسئله الكيس اللي بتشوفها باليو اس ام ال وغيره بتكون عليه بناء عليه. تمام، طيب هذا زي ما حكيت لكم سكورينج سيستم ثاني يعتبر نيو سكورينج سيستم، اجدد وابديتد اكثر من الفرادو سكور، وهو احسن منه، يعني بيعطيك تطبيق، بيعطيك مور اكيوريت دياجنوسيس ذان الفرادو سكور، لكن احنا مطلوب منا احنا كميديكال ستودنتس الان نعتمد عليه هو الالفرادو سكور.
طيب احكي لي بالتفصيل اكثر شوي عن الايمج، انه شو تختار؟ يعني احنا اتفقنا انه ما في اختلاف لما يكون بوسيبل، يعني من 5 ل 6000 راد سكور، او لما يكون يطلع يعني الكلينيكال دياجنوستس معك او الساينس سيمتومز مش نوت كلاسيكال واتيبيكال وانسيرتن، مش متاكد بشوي، مش متاكد كثير، مش كل السيمتومز موجوده، مش كل الساينس موجوده، احنا مش مختلفين ان النكست ستيب لا انت بحاجه الى مور انفستيجيشن اند مور ايمجينج فيزيبيليتي، يعني لازم تعمل له الترا ساوند وتعمل له كونتراست انهانس سيتي سكان، تمام؟ لكن النقطه اللي يعني يكون عليها اختلاف انك شو تختار، هل تختار الالترا ساوند ولا تختار السيتي سكان؟ اللي علمونا اياه الدكاتره في الراوندات انها المور سنسيتيف والمور اكيوريت هي الكونتراست انهانس سيتي سكان، فانت لو خيروك في الامتحان بتجاوب كونتراست انهانس سيتي سكان، تمام؟ لكن ايش الفكره؟ الفكره انه هون حد يفصل لي شويه الدكتور انه مثلا حسب حاله المريض بالتفصيل اكثر، اذا كان طفل او اذا كان واحد سن او اذا كانت فيميل بالتشايلد بيرنج ايج وشاك انه في عندها سمثينج بالجايني، الاحسن انك تعمل الترا ساوند، تمام؟ بالمقابل اذا كان عندك شخص اولدر كبير في العمر elderly، او كان او كنت شاك انه في عندك تشخيص ثاني زي مثلا دايفرتيكولايتس او ستاينر اوبستراكشن، الاحسن انك تعمل كونتراست انهانس سيتي سكان. هون فصل لك اياها حسب الكيس، لكن احنا بشكل عام المور سنسيتيف والمور اكيوريت هي الكونتراست انهانس سيتي سكان، تمام؟ هذه جبت لكم اياها من امبوس، فلا تنسالوها بالراوندات رح تخليكم مميزين عن غيركم. هي شغله شو سيتي سكان فايندنجز، ممكن ان لو عملتها يعني تكون بوزيتيف فايندنج فور اكيوت ابندسايتس، بتلاقي انه في عندك بيري ابندسيال فات ستاندنج، يعني الفات اللي حوالين الابندكس على سيت سكان في حاله لما تكون انفليم تكون مور اوبفيس، تمام؟ حتلاقي بما انها الابندكس لما تكون انفليم تكون ديستندد، حتلاقي الديامتر تبعها مور ذان 6 ملم، وحتلاقي في عندك بيري ابنديسي الفلويد جزء من الانفلاماتوري بروسيس اللي بتصير، ممكن تلاقي في عندك كمان هايبر دنس في كلف ماتيريال، في كلف ماتيريال بتكون مبينه اللي عامل الكوز اللي عامل الاوبستراكشن اصلا، تمام؟ هذول احفظوهم حلوين. طيب تمام، هلا بعد ما انه تعلمنا الساينز والسيمتومز والانفستيجيشن اللي لازم اعملها واخذنا عن الالفراد سكور وعرفنا كيف نشخص، بدنا نشوف شو العمليه اللي لازم اعملها. نفترض انه هذا البيشنت اللي عملت له الالفراد سكور او الجين على الطوارئ طلع عنده الفراد سكور بروبابل او طلع عنده ديفينت، يعني كلاسيكال بريزنتيشن، يعني السيمتومز كاملين لقيتهم، الساينز كاملين لقيتهم، وعملت له سي بي سي لقيت في عنده ليكوسايتوز تحديدا شفت بلف نيتروفيلز، معناته هذا النكست ستيب انه بدي احضره للعمليه عشان اعمل له ابندكتومي، تمام؟ طيب هلا كيف بقدر اعمل ابندكتومي او الابندكتومي تلفظ بطريقتين صحيحه؟ لازم بالاول احضره قبل العمليه وبعدين اعمل له العمليه، كيف ممكن اعملها؟ هل اعملها اوبن؟ هل اعملها لابروسكوب؟ اذا عملتها اوبن شو الانسجنس؟ هاي الاشياء كلها رح نتعرف عليها هلا. اذا بحكي لك نو انيسيري ديلي، ما في داعي تاخر المريض عشان يعني تشوف والله اعطيه مضادات حيويه بالوريد بلكي استجاب عليها وطاب من الابندسايتس، لا يعني هاي الاشياء بطلت في الوقت الحاضر، رح تشوفوا انه الان موضوع النون اوبيراتيف مانجمنت ما بنستعمله. اذا كنت متاكده انه هذا البيشنت في عنده اكيوت ابندسايتس ومستثنيه انه ما عنده ماس ولا عنده ابسس، معناته خلص هذا ما في داعي اخر العمليه، يعني الخطر بيكون اكبر لو اخذت له العمليه، احتمال يدخل في بيرفوريشن، يدخل في بيرتونايتس واخسر المريض، ما في داعي تاجل العمليه، لازم تعملها within 24 hours، تمام؟ يعني هذه البروتوكول وهذه الجايد لاينز الموجوده الان انه في خلال 24 ساعه لازم تكون عامل العمليه، اوكي؟ طيب بيكون في عندك فتره قصيره جدا بتحضر فيها المريض للعمليه، اول شيء ان بي او، معنى كلمه ان بي او يا جماعه يعني nothing by mouth، باي ماوث او باي اورال انتيك، يعني ما ياخذ البيشنت يعني لا اكل ولا شرب، خلاص بده يتحضر العمليه ان بي او ويمشي على ايش؟ يمشي على انترافينوس فلويد، تمام؟ على سوائل في الوريد، لانه خلاص انا منعته من الاكل والشرب بدي امشيه على انترافينوس فلويد. طيب ممكن بعدين ابلش امشيه على انترافينوس انتبيوتيك عشان يعني بروفيلاكتيك لمين؟ بروفيلاكتيك لسيرجيكال سايت انفكشن، يعني فكره الانتبيوتكس اللي بعطيها قبل العمليه فكرتها انه امنع يصير في عنده التهاب مكان الجرح بعد العمليه، اوكي؟ لكن هون انا ما اعطيتها عشان اعالجه من الاكيوت ابندسايتس، يعني احنا اتفقنا علاج الاكيوت ابندسايتس اذا كنت متاكد منها فعلا مستثني انه ما في ماس ولا في ابسس، خلاص عمليه اني استأصلها، ما بجرب معاه تجربه، البيشنت مش حقل تجارب عندي اعطيه اي في انتبيوتكس واحكي له يلا اشوف رح تتحسن الاكيوت ابندسايتس رح تتعالج منها ولا لا، اوكي؟ هون بعطيها الاي في انتبيوتكس تحضير للعمليه عشان امنع الالتهاب اللي بصير مكان الجرح بعد العمليه، اوكي؟ طيب بعدين احنا بنعرف انه العمليه هون حتكون اكيد جنرال انستيزيا، تخدير كامل مش ريجنال يعني. طيب بعدين باجي بعمل بالبيشن لمكان الرايت اليك فيسا وبتاكد انه ما في عندنا ماس او ما في عندنا ابسس، لانه زي ما حكيت لكم ما بصير ادخل البيشنت عمليه واستاصل عنده الابندكس بدون ما استثني انه هو ما عنده لا ماس ولا ابسس، لانه يا جماعه الماس والابسس علاجهم كونزرفيتيف، علاجهم اي في انتيبيوتكس، ما بيحتاج اني ادخل البيشنت عمليه، عشان هيك ضليت اكرر لكم احكي لكم انه لما اتاكد انه فعلا اكيد ابندكسايتس واستثني انه ما عنده لا ماس ولا ابسس، وقتيها
بحضره للعمليات وبعمله عملية استئصال الزائدة. غير هيك إذا طلعت عنده أبندكولر ماس أو أبندكولر أبسس هذا علاجه مختلف تماما، بسميه كونزرفتيف مانجمنت، رح ناخذ عنه. أوكي طيب، هلا خلص أنا حضرته للعملية، ان بي او اي فلويد اي في انتبيوتيك جنرال انستيزيا، بدي أبلش أعمل الانسجن، يعني قررت إنه العملية بدي أعملها أوبن، عملية بدي أفتح الأبدون يعني مش هبروسكوب. طيب شو الانسجنز المتاحة عندي لازم أعمله إياها حتى إني أوصل للزايدة وأستأصلها؟ بحكي لك في عندنا اكثر من انسجن، وعلمت لكم اياهم بالاحمر لانه كثير بنسالوا عنهم بالراوندات وكثير بنسالوا عنهم بالمورنينج ريبورتس. شو انواع الانسجن اللي ممكن اعملها في حاله الاوبن سيرجري فور ابندكتومي او ابندكتومي؟ بحكي لك اول واحد اللي هو الجريد ايرون انسجن، ومرات بيسموه المكبيرني انسجن، هي جبت لكم له صوره عشان تكونوا متخيلين ايش هو. هذا هو المكبيرني انسجن او الجريد ايرون انسجن اللي بنعمله تقريبا يقطع مين؟ يقطع المكبيرني بوينت اللي حكينا عنها. اوكي هي بهذا الشكل، هذا هو الجريد ايرون او المكبيرني انسجن، تمام. وهذا الموست كومنلي يوزد انسجن في الاوبن سيرجيكال ابندكتومي. الثاني اسمه ريذرفورد مارشال انسجن، وهذا الانسجن اللي بنعمل فيه مسل كاتنج. شو يعني مسل كاتنج؟ مسل سبليتنج، هذا كله رح تاخذوه في سيمينار ابدومينال انسجن، او حتى شرحت لكم اياه على المنصه موجوده اذا بدكم تحضروا هذا السيمينار. اوكي طيب، الانسجن الثالث ممكن نستعمله اسمه ترانسفيرس سكين او لانس انسجن. طلعوا معي، هذا هو اللانس انسجن. اللانت انسجن يستعمل اكثر فور كوزمتيك ريزنز، يعني بيكون ماشي مع السكن كريس، بيكون ماشي مع الكولاجين فايبرز او ماشي مع السكن كريس، بحيث يعطيني نتيجه تجميليه احسن بعد العمليه. اوكي ويعمل لي اقل سكار ممكنه. فهذا هو اللانت انسجن اللي موجود زي ما انتم شايفين هيك ترانسفيرس انسجن، بينما الجريد ايرون زي ما انتم شايفين كان تقريبا اوبليك انسجن او سميناه مكبيرني انسجن، لانه بيقطع مين؟ بيقطع المكبيرني. اوكي الثالث اللي مش كثير بيهمني اللي هو بعمل فيه مسل كيتنج، مسل كاتنج اللي هو ريزرفورد موشن انسجن، تمام. في عندي اخر انسجن ممكن نعمله هو لور ميد لاين ابدومينال انسجن، يعني اجي هي الامبلايكس، تمام، هي في عندنا ابر ميد لاين فوقيها وهي في عندنا لور ميد لاين. بحكي لك هذا الانسجن ممكن تلجا له اذا كان في عندك داوتفول دياجنوسيس، او كان البيشنت مثلا اوبيس. البيشنت الاوبيس بيكون صعب عليك شوي تعمل الانسجنز اللي حكينا عنهم فوق، بتعمله لور ميد لاين انسجن. اوكي او اذا حتى كنت شاك ان هذا الابنسايتس كومبليكيتد وانت مش متاكد من التشخيص تبعك ومضطر تعمل انسجن الان انك تفتح، بتفضل انك بنفضل انه نفتح في اللور ميد لاين عشان بيعطيني بيتر اكسبوجر، يعني بخليني اشوف اورجنز اكثر في الابدومن. اذا ليش بنعمل اللور ميد لاين انسجن؟ اذا كان في عندنا انسرتن دياجنوسيس او كان في عندنا سسبيشس فور كومبليكيشن، لانه اللور ميد لاين بيعطيني بيتر اكسبوجر، تمام. والشغله الثانيه اذا كان في عندنا ايش؟ اذا كان في عندنا اوبيز بيشنت، تمام. طيب هذا سؤال جبت لكم اياه من سيرجيكال ريكول، كومن كثير انكم تسالوه بالراوندات وحتلاقوه بنعاد بشرح سيمينار الابدومينال انسجن. يعني شو هي اللايرز اللي انت بتخترقها لما تيجي تعمل مكبيرني انسجن او جريد ايرون انسجن؟ لما تيجي تعمل هاي الفتحه شو اللايرز اللي بتخترقها في الابدومين حتى توصل بالاخر للابندكس؟ اول شيء بتخترق السكن، بعدين سبكوتينيوس فات اللي هي اسمها سوبرفيشال فاتي لاير كامبس فيشيا، اذا تتذكروها اخذوها في الاناتومي. بعدين في عندنا ديب ممبرينس لاير اسمها سكاربس فيشيا. بعدين في عندنا المسلز، طبقه المسلز اللي هم اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرس ترانسفيرسس ابدومينس مسل. بعدين في عندنا ترانسفيرسالس فيشيا، بعدين بتدخل مباشره على البرايت البريتونيوم، على الفيسر البريتونيوم، على الابندكس، تمام. وهذول اللايرز كثير بنسالوا عنهم بالراوند اب. لا وانس اني فتحت وصلت لمنطقه، يعني منطقه الرايت اللي كسه منطقه الاب، انا متوقع اني الاقي الابندكس فيها. لا تتخيل الموضوع بهالسهوله انه انت اخترقت كل هذه اللايرز خلاص حتلاقي الابندكس تستنى فيك. لا يا جماعه، الاب من جوا لو تحضروا عمليات حتلاقوا انه كله دهنيات وكله بيرتونيوم وميزنتري، فيعني شوي يعني بصعوبه حتى انه نلاقي الاورجن اللي احنا بدنا نستأصله او بدنا نعمل فيه العمليه. اوكي طيب، بس احنا كيف تعلمنا كيف نلاقي الابندكس او كيف ندور عليها؟ حكينا بنمسك السيكم وبندور على التيني كولاي، بنضل نتبع التيني كولاي حتى نوصل لاخرها، لان حكينا وين بتعمل كونفيرجنس؟ بتعمل كونفيرجنس عند البيز اوف السيكم، يعني عند بدايه من عند بدايه الابندكس. فبيحكي لنا هون اول ما نفتح بنبلش نسحب السيكم، السيكم از ايدنتيفايد، يعني بتحدد مكان السيكم وبتمسكه، وبعدين تبلش ايش؟ بتبلش يعني تتبع التيني كولاي، التيني كولاي حتى توصل لاخرها عند البيز اوف الابندكس. هناك حتلاقي مين؟ حتلاقي ايش؟ سوري، عند البيز اوف السيكم هناك حتلاقي مين؟ حتلاقي الابندكس موجوده. اوكي؟ اذا كان في انفلاماتوري ادهيجنز بتعمل لها بروكن بتشيلها، اذا حكينا الميزنتري اللي شابك مع الابندكس، مع الابندكس اسمه ميزو ابندكس، كمان بتعمل له كات وبتشيله عشان يعني تستأصل الابندكس لحالها. اوكي؟ هون الدكتور عماد كان يحكي لنا بما انك فاتح وفاتح وبتدور على الزايده واستأصلتها،
مع هسه رح نتعلم لقدام انه حتى لو فتحت ولقيت الزايده نورمال، يعني ممكن اني يعني اكون التشخيص كله يعني متوقع انه هذا فعلا زايده وكله تمام ساينس سيمتومز، افتح ولا لا ابندكس نورمال عادي، في نسبه معينه هيك موجوده بحكي لك، حتى لو لقيتها نورمال استأصلها عشان اتجنب انه يصير في عنده لقدام في الفيوتشر اكيوت ابندكسايتس مره ثانيه، فخلص احنا بنستأصلها منعا لحدوث ريكورنت اكيوت ابندكسايتس، منعا لحدوث حتى ابنديسي تيومرز، انه في عندنا ريسك لابنديسي تيومرز، فحتى لو استأصلت ولقيتها نورمال شو بتعمل؟ بتستأصلها وخلص بنريح راسنا منها. لكن بما انك فاتح، كان دكتور عماد يحكي لنا شيك على اشياء ثانيه موجوده في الابدومن، تمام؟ على ايش بتشيك؟ بحكي لك بتسحب التير من الايليوم لانه حيكون قريب من السيكم، بتسحب التير من الايليوم وبتدور اذا في ميكلز دايفرتيكولا، بتسحب كمان الميزنتري اللي شابك مع التير من الايليوم وبتدور على شغله موجوده اسمها ميسندريك ليمفاديناتس، هذول امراض ممكن يكونوا موجودين من ضمن الديفرنشال دايجنوزس للرايت ايليك في السبعين، بحكي لكم عنهم بالفيديو الثاني، لكن بما انه فاتحين وفاتحين بنشيك عليهم عشان اذا مش اذا موجودين نعالجهم بالمره، اذا بنسحب التير من الايليوم لحد 60 90 سم بندور على ميكل زي فيرتيكولم، ونسحب الميزنتري تبع التير من الايليوم ندور على ميزنتري كلينفيدينايتس، اوكي؟ وبحكي لك اذا كانت فيميل بتسحب الرايت اوفري او بتحسه على الاقل وبتدور على اذا فيه اي كومبليكيشن او اذا فيه اي مشاكل زي اوفريان سيست مثلا، اوكي؟ فكان يعلمنا دكتور عماد انه هاي الاشياء لازم نشيك عليها بما انه احنا اوريدي فاتحين وداخلين على الابدومن وداخلين، تمام؟ طيب طبعا خطوات العمليه اشياء ما بتنحفظ، زي ما حكيت لكم يا بتحضروا عمليه المستشفى يا بتحضروا على اليوتيوب وبتشوفوا. تمام، الخيار الثاني انك ما تعمل العمليه اوبن سيرجري، يعني ما تضطر تعمل انسجنس وتخترق الابدومن وتدخل بلايرز مش عارف شو، لا الخيار الثاني انك تعمل شيء خلينا نحكي تكنيكال ونظيف اكثر واقل كومبليكيشن اللي هو لاباروسكوبيك ابندكسكتومي باي لاباروسكوب، تمام؟ فكره اللاباروسكوب انك بتلاقي ما في انسجن على الابدومن، ما في بريفيوس سكار، انما بتلاقي زي هيك زي فتحات صغيره على الابدومن، تمام؟ بتكون في عندنا يعني فتحات بندخل فيها الكاميرا تبعون اللابروسكوب، وفتحات بندخل فيهم ايش؟ الاجهزه اللابروسكوب نفسها اللي هي التروكرز اللي لازم ندخلها حتى ايش؟ حتى انه نعمل العمليه، تمام؟ اذا اللابروسكوبي هو عباره عن دياجنوستيك اند ثيرابيوتيك بنفس الوقت، رح تعرف شو الدياجنوستيك يوزس له لقدام ان شاء الله في النسائيه اكثر، يهمني الان تعرفوا انه استعماله ثيرابيوتيك في الابندكسكتومي في الريموفال اوف ذا ابندكس، بحكي لك يفضل تستعمله اكثر اذا كانت فيميل، اذا كان اوبيس بيشنت، واذا كانت ايرلي بريجنسي، في هاي الحالات يفضل اكثر اني استعمل اللابروسكوب حيكون اسهل من الاوبن سيرجري، واصلا شو الادفانتجز له يعني ايجابياته على الاوبن سيرجري انه ليس بوست اوب بين، اقل الم للبيشنت، وايرلي ديسشارج فروم هوسبيتال بما انه اقل الم اكيد حيخرج بسرعه من المستشفى، وايرلي ريتيرن للديلي اكتيفيتيز، فكلهم تحفظوهم بالتبعيه لبعض، يعني اقل الام طلع بدري من المستشفى اكيد حيرجع للديلي اكتيفيتيز له بشكل اسرع، فتقدروا تختصروها بانها شورتر ريكفري بيريود، فتره الريكفري اللي بعد العمليه للبيشنت بتكون اقصر واسرع، تمام؟ لانه انك تدخل فتحات صغيره تعمل فتحات صغيره جدا في الابدومن اكيد اسهل انك تعمل فتحه في الابدومن، تعمل شق كامل في الابدومن، اوكي؟ بحكي لك احد الاشياء اللي تعتبر كثير حديثه في علاج الابندسكتومي انه مش اوبن ولا لابروسكوب، انما شيء اسمه ناتشورال اوريفاس ترانس دومينال اندوسكوبيك سيرجري باي يوزنج اندوسكوب، هاي اشياء لحد الان عليها ابحاث ومش كثير مطبقه، مش كثير بتهمنا ولا بهمنا نعرف عنها، بس هيك اعرفوا لي انها موداليتي ثالثه للريموفال اوف ذا ابندكس، وهي شيء كثير حديث، تمام؟ طيب هلا بدنا نعرف شو في مشاكل ممكن تواجهنا واحنا قاعدين عم نعمل عمليه الابندكسكتومي، ممكن انه زي ما حكيت لكم اول مشكله تواجهنا انه دخلت البيشنت عمليه وعملت له اوبن سيرش وعملت له لابروسكوب بالاخر طلعت الابندكس نورمال. في هاي الحاله بحكي لك شو بتعمل؟ حتى لو كانت نورمال ريموف ذا ابندكس فور افويدنس اوف فيوتشر دياجنوستيك ديفيكولتيز، يعني عشان تتجنب انه يصير عنده اكيوت ابندكسايتس، ممكن في المره الجايه يجينا البيشنت عنده اكيوت ابندكسايتس ويصير له بيرفريشن وما الحقه، فانا هيك بقلل المورتاليتي ريت عشان اتجنب انه يصير في عنده لقدام ابنديسيال تيومر، لانه في نسبه كويسه للتيومرز ممكن تصير في الابندكس، عشان اتجنب انه إيه زي ما حكيت لكم تيجيني حاله لقدام وما اعرف اشخصها واخسر المريض بسببها، فيعني الاحسن انه ريموف ذا ابندكس. طيب واذا طلعت معك الابندكس نورمال كمان حكينا بما انك فاتح وفاتح شيك على الاشياء الثانيه، ممكن تطلع شكوى المريض بسبب مش اكيد ابندكسايتس، بسبب مثلا ميكل زي فيرتيكولم، بسبب مثلا اوفيريان كوزز عند الفيميل، بسبب مثلا تيرمينال اليالس، عشان هيك حكيت لكم لازم نشيك على الاشياء الثانيه ما دام فاتحه وفاتحه. طيب المشكله الثانيه ممكن تواجهني ان الابندكس كانت بي فاوند، مش قادره اصلا الاقي الابندكس، اوكي؟ بحكينا في هاي الحاله لازم تحرك السيكم كثير كويس، وزي ما حكينا لكم حكينا نتبع التينيا كولاي لحد ما نوصل للابندكس، ما لقيناها يعني بوصل لتشخيص شو اسمه، اسمه ابسنت ابندكس، هذا اصلا ما عنده ابندكس، تمام؟ وهذا شيء رير يعني انه يصير،
الشغله الثالثه المشكله ممكن تواجهنا انه ابنديكولار تيومر، يعني الاقي اصلا انه في عندنا ماس، في عندنا ابنديكولار تيومر في الابندكس. بحكي لك في هاي الحاله اذا كان سمول تيومر تقدر تاخذ قرارك بسرعه، يعني كان تيومر 2 سم او اقل تقدر انك مباشره عادي تستأصل الزايده كامله، وانت هيك تكون استأصلت التيومر. اما اذا كان تيومر اكثر من 2 سنتيمتر في هاي الحاله ما بزبط تستأصل بس الزايده، بدك تحولها لعمليه لسه اكبر واكبر، بدك تعمل رايت هيميكولوبتومي، يعني تستأصل الابندكس مع السيكم مع الرايت سايد اوف ذا كولون مع الهيباتيك فليكشر ومع جزء من الترانسفيرس كولون. هاي معنى كلمه ايش؟ رايت هيميكولوبتومي، او اسفه مش جزء من الترانسفيرس كولون، هي عباره عن ابندكس والسيكم والاسندنج كولون والهيباتيك فليكشر. لو اخذت معاها كمان الترانسفيرس كولون بصير اسمها اكستندد رايت هيميكولوبتومي، ما بتهمني هلا، بهمني تعرفوا انه رايت هيميكولوبتومي يعني زي كاني شلت الرايت سايد اوف ذا كولون تقريبا كله، الاسندنج مع السيكم مع الهيباتيك فليكشر مع الابندكس. هذا متى بعمله؟ اذا كان التيومر اللي لقيته في الابندكس حجمه اكثر من 2 سنتيمتر، لكن اذا اقل المشكله يعني بسيطه عادي، بس بشيل الزايده لحالها. تمام. طيب المشكله الرابعه ممكن اواجهها انه الاقي في قدامي ابندكولار ابسس، يعني الاقي انه في ماس وهذه الماس ملتهبه، يعني صاير فيها ابسس تجمع لبس بكميات كبيره. بحكي لك في هاي الحاله المفروض، يعني هذا بدل انك انت ما شخصت كويس من البدايه، مش حكيت لكم ما بصير ادخل المريض عمليات الا اكون مستثنيه الابندكولار ماس والابندكولار ابسس؟ هون بدل ان انا ما شخصت بري اوبراتيفلي كويس. تمام. اذا كنت مشخصها من قبل اصلا ما بدخل عمليات، اصلا بعالجها كونزرفاتيفلي زي ما حكيت لكم، انترافينس انتبيوتيك وبعمل درينج لهذا الابسس الموجود. لكن اذا كان تشخيصي ما شخصتها من البدايه صح وما اكتشفتها الا وقت العمليه وانا فاتح الابدومن تبع البيشنت، معناته بعمل له درينج اثناء العمليه نفسها، يعني ات الاوبريشن اتسلف بعمل درينج للابسس، وبعد العمليه بعد البيشنت ايش بعطيه؟ انترافينس انتبيوتكس. اوكي. طيب هذه المشاكل ممكن اواجهها اثناء العمليه وكيف ممكن اتصرف او اتعامل معها. طيب هلا بدنا نحكي عن السبيشال كيسز اللي حكيت لكم عنها، اللي هم الابندكولار ابسس وايش والابندكولار ماس. الابندكولار ابسس والابندكولار ماس، انا كاتبها هي الابندكولار ماس. تمام. هذول الحالتين اللي لازم قبل ما ادخل البيشنت عمليه استثني انهم مش موجودات، انه علاجهم مش عمليه، علاجهم كونزرفاتيف. هلا رح نعرف شو لازم نعمل. طيب هلا بتذكروا الصوره اللي شرحت لكم اياها فوق لما حكينا عن الفيتس اوف ذا ابندكسايتس او الفيتس اوف الابستراكشن، لما يصير في عندنا ابستراكشن في لومن اوف الابندكس شو المصير او شو يعني الاشياء اللي ممكن تصير؟ حكينا ممكن انه توقف عمليه الباثوفيسيولوجي وما تكمل ويصير ريزوليوشن، يعني حتى بدون ما يصير اكيوت ابندسايتس. وحكينا هاي رقم واحد. حكينا رقم اثنين ممكن يصير في اكيوت ابندسايتس ونشخصها ونعالجها ونستأصلها. الشغله الثالثه حكينا ايش ممكن يصير؟ حكينا ممكن يصير انه بيرفوريشن وجنرالايز بيريتونايتس. والشغله الرابعه حكينا ممكن انه يكون الاومنتوم ويل ديفلوبد والانتستاينال لوب والاومنتوم يلفوا حوالين الابندكس الملتهبه ويمنعوا انه يصير فيها بيرفوريشن، فلما يلفوا حواليها يعملوا عندنا زي ماس سميناها فليجمونس ماس او ابندكولار ماس. وحكينا هذه الماس ممكن يصير فيها التهاب وبس وبكتيريا البروليفريشن ويصير في اسم ويصير اسمها ابندكولار ابسس. اوكي. واخر شيء حكينا عن الميوكوسيل صح؟ هيني ذكرتكم بالفيتس اللي حكينا عنهم فوق. هلا رح نحكي نفترض انه الزايده هذه الملتهبه كانت بدها تنفجر، فراح الاومنتم والانتستاينال لوب مباشره انتبهوا لها ولفوا حواليها، ولما لفوا حواليها ظهرت عندي زي كتله. اوكي. هاي الكتله ممكن تظهر عندي مجرد هي كتله بسميها ابندكولار ماس، ممكن هاي الكتله يصير فيها بكتيريا بروليفريشن بس فورميشن ويصير اسمها ابندكولار ابسس. اوكي. فهذول السبيشال كيس اللي رح نحكي عنهم اللي المفروض انه بالاول استثنيهم قبل ما ادخل البيشنت عمليات واستأصل الزايده منه. اوكي. عشان هسه رح نعرف كيف نتعامل معه. نبلش في الابندكولار ماس. بحكي لنا فيلير اوف ريزوليوشن اوف ان ابندكولار ماس، يعني نفترض انها تكونت الابندكولار ماس، اجى الاومنتوم والانتستاينال اللي بتجمعوا حوالين الابندكس وعملوا لي ماس، نفترض انه هذه الماس ما راحت لحالها فيلير اوف ريزوليوشن وصار فيها بكتيريال بروليفريشن بس فورميشن، رح تتحول لوات وي كول ابندكولار ابسس. تمام. طيب كيف بندل انه هذا البيشنت عنده ابندكولار ابسس؟ زي ما حكيت لكم فيلير اوف ريزوليوشن اوف ابندكولار ماس او انه يصير في عنده كونتينيود سبايكينج فيفر. يا جماعه كلمه سبايكينج هاي مهمه، الفيفر اللي بتكون في الابندكولار ابسس بتكون هاي جريد فيفر، بتكون البيشنت فيري ال يعني كثير تعبان، الفايتال ساينز عنده كمان تعبانه، فموضوع الابسس موضوع مش سهل. اوكي. اخطر من لما احكي انه هذه انفكشن عاديه او بس عاديه، موضوع الابسس اخطر بكثير. تمام. اذا بيكون عنده زي ما حكيت، تذكروا لما حكيت لكم انه لما تكون هاي جريد فيفر بتدلني على كومبليكيشن، هاي لما تكون هاي سبايكينج او هاي جريد فيفر معناته هذا البيشنت مش اكيوت ابندكسايتس عاديه، انما دخل في ابسس، دخل في كومبليكيشن. طيب اذا الماس اللي كنت عامل لها بالبيشن ما راحت، عم بتابع فيها بالفيزيكال اكزامينشن ما راحت، او البيشنت الحراره اللي عنده جدا عاليه ما تنزل،
هذا بيدلني انه في عنده على الاغلب بندكلر ابسس. اوكي طيب، كيف بتعامل مع الابسس او كيف بعالجه؟ بيحكي لنا انه اي ابسس في الدنيا، احفظوها يا جماعه هذه بالجراحه رح نسالوا عنها كثير، اي ابسس في الدنيا علاجه شغلتين. اول شغله انسجن اند درينج، يعني بدك تعمل فتحه وتسحب هاي هذا الابسس والباس كله المتكون، والشغله الثانيه تمشي البيشنت على اي في انتبيوتكس. تمام، هذا علاج اي ابسس في الدنيا. الانفكشن العاديه اللي ما بيكون فيها باس كولكشن وابسس فورميشن بكفي اني اعالجها باي في اند اور اورال انتبيوتكس. لكن لما احكي لكم عن ابسس، هذه مش انفكشن عاديه، هذا باس كولكشن، يعني باس تجمع وعامل لي ماس، عامل لي ابندكولار ماس او ابندكولار ابس. في هاي الحاله ما بيكفيني بس اعطي اي بي انتبيوتكس، لا لازم اعمل انسجن واسحب واعمل درينج لكل هذا الباس او الابس المتكون، وبعدين امشي على كورس اي في اند اور اورال انتبيوتكس. هذا علاج اي ابسس في الدنيا. تمام، اذا بحكي لنا هون التريتمنت، اول شيء اني اعمل الترا ساوند او ابدومين سي تي جايدد بيركوتينيوس درين، يعني بدخل نيدل بيركوتينيوس في السكن لحد ما اوصل لعند الابندكس واعمل درينج للابس اللي فيها. طب حدا ممكن يعني ممكن منكم يتساءل كيف بدي ادخل الابره، يعني كيف بدي ادخل الابره في السكن واعرف بالضبط اني وصلت عند الابندكس؟ بحكي لك هذا الشيء بسميه انترفنشنال راديولوجي، يعني بيكون سي تي جايدد او الترا ساوند جايدد، يعني بكون انا مصور البيشنت وبنفس الوقت التلفزيون قدامي، يعني عارف حالي بالابره انا وين بدخل. هاي معنى كلمة الترا ساوند او سيتي جايدد بيركوتانيوس درين. ولما اعمل درين بمشي البيشنت على ايش؟ بمشيه على اي في انتبيوتكس. تمام؟ طيب بحكي لنا اذا ما زبط اني اعمل له درينج بطريقة الالترا ساوند او سيتي جايدد، اسفة، وقتها كيف بعمل له درينج؟ بعمل له درينج فيا لابراتوري ثرو ا ميد لاين انسجن، لا بضطر اني افتح الابدومن واعمل له درينج دايركتلي اندر فيجن، يعني اني اشوف انا الابندكس بعيوني واستأصلها. تمام، هذا ايش؟ هذا اذا ما زبط معي الانترفنشنال راديولوجي هو الالترا ساوند او السي تي جايد. جبت لكم التريتمنت صراحه اللي بنسال عنه بالراوندات واللي مطلوب منا انه احنا نجاوب بالراوندات، لانه الدكاتره اغلب الدكاتره اللي بيسمعوا عن الراوندات بيكونوا ابديتد، بيطلبوا مني اجاوب شيء ابديتد يعني حسب اخر ابديتس نزلت. فعشان تجاوبوا تريتمنت بشكل يعني بروفيشنال اكثر بتجاوبوا هاي الاجابه موجوده هون. تمام، اذا علاج الاكيوت ابندسايتس اللي بتكون فيها ابسس بيكون نان اوبراتيفلي. ايش يعني كلمه نان اوبراتيفلي؟ يعني مش اني استأصلها، لا علاج علاج ثاني، اني اعمل درينج لهذا الابس وامشي على الانتيبيوتيك. فبيحكي لك اذا كان الابس اقل من 4 سنتيمتر بكفيني فقط انتيبيوتيك بيكون بدون درينج، لكن اذا كان الابس اكثر من 4 سنتيمتر لا هون بدي اعمل له ايمج جايدد بيركوتانيوس درينج مع ايش؟ مع انترافينوس انتيبيوتكس. بحكي لك ممكن اني اعملهم شيء اسمه انترفال ابندكتومي، يعني بدل بعد ما اني اعمل درينج لهذا الابسس وامشيهم على اي في انتيبيوتكس، بحكي له بعد 6 ل 8 اسابيع بترجع عندي استأصل الزايده عشان خلص نمنع انه يصير فيها ابس مره ثانيه او يصير فيها اكيوت ابندسايتس مره ثانيه. لكن بحكي لك بصراحه هذا موضوع الانترفال ابندكتومي او ابندكتومي بطل يعني يشجع عليه في الوقت الحاضر، يعني خلص ما دام عالجت الابسس ما في داعي ترجع البيشنت بعد شهر او شهرين تستأصل له الزايده مره ثانيه. فاحنا في الوقت الحاضر مش كثير بنشجع على موضوع الانترفال ابندكتومي، لكن في بعض البروتوكولات مستشفيات يعني ما زالوا انهم بيلجؤوا له او بيعملوا. اوكي، فعشان تكون بروفيشنال اكثر في اجابتك بتجاوب حسب السايز اوف ذا ابندكولار ابس الموجود. وهي شكل على السي تي، طلعوا هذا الشكل مين؟ هذا شكل الابندكولار ابس، طلعوا هاي الكتله الكبيره اللي مليانه سواد، هذا كله عباره عن الابس الموجود في الابندكس. تمام، طيب يا جماعه السبيشال كيس الثانيه اللي بتهمني ولا نعرف كيف نتعامل معاها واللي العلاج تبعها بيكون زي ما حكينا كونزرفتيف يعني نون اوبراتيفلي، هي الابندكولار ماس. ما بيهمني صراحه تعرفوا عن البلفيك ابسس، يعني هون الابس بدل ما يكون في الابندكس نفسها لا اتوسع وصارت عندي صار عندي شيء اخطر، يعني اخطر يعني انتشر لجوه البلفيس كامل. رير انه نشوفه ومش كثير بيهمني، واقرأوا قراءه يعني نفس فكره الابس اللي عرفناها في الابندكولار ابس. بيهمني تعرفوا لي هذه الكومبليكيشن الثانيه اللي كثير بتسالوا عنها بالراوندات وكثير بيسالوا عنها بالمورنينج ريبورتس، وصراحه الدكاتره هيك بينبسطوا من اللي بيجاوبها كويس خاصه بيجاوب المانجمنت تبعها. تمام، اللي هي الابندكلر ماس، يعني هذه الماس ايش اللي صار؟ انه الاومنتم والانتساين اللي بينتبهوا للابندكس قبل ما تنفجر وانتبهوا انه في ابندكس ملتهبه فراحوا لفوا حواليها وعملوا عندنا ماس، لكن هذه الماس ما التهبت، يعني ما صار فيها بكتيريا بروليفريشن بس كولكشن، عشان هيك سميتها بس ماس مش ابسس زي اللي حكينا عنه قبل. تمام، إذا الابندكولار ماس هي عبارة عن indefined mass of inflammatory periappendiceal tissue، يعني عبارة عن appendix والتشو اللي حواليها شكل لي ماس. شو التشو اللي حواليها؟ الاومنتم والانتستاينال لوبس. تمام؟ طيب
شو الكلينيكال فيتشرز؟ بحكي لك مانيفست از اتندر ماس ان ذا رايت لور كوادرنت، يعني بتكون عباره عن ماس انت لما تعمل بالبيشن بالرايت لور كوادرنت حتحسها، حتشعر انه في ماس تحت ايدك، وتكون هذه الماس تندر، يعني انت تعمل بالبيشن للبيشن بيكون يتالم، تمام؟ وبحكي لك هذه بالاعاده بتيجي على لونجر هيستوري، لونجر هيستوري duration than acute appendicitis، يعني الacute appendicitis بتكون more acute presentation، يا دوب تجيني history يعني الألم له يومين مبلش عنده، لكن لما تكون المشكلة اللي عنده appendicular mass وليس فقط acute appendicitis إنما صارت عبارة عن appendicular mass، هون بيكون البيشنت يتحمل أكثر، يعني بيكون الألم له أسبوع مبلش عنده، بيروح وبيجي بيروح وبيجي، ده إنه يعني شد عليه الألم كثير، أو مثلا صار في عنده حرارة كذا إجى على المستشفى. فهاي دايما هيك يعني هند في الأسئلة أو في أسئلة الدكاترة في الراوندات بحكي لك كيف تميز إنه هذه أبندكولار ماس مش أكيوت أبنسايتس من الهيستوري، بتحكي له إنه الأكيوت أبنسايتس مور أكيوت برزنتيشن، حكينا عنها أصلا موست كومن كوز فور أكيوت أبدومين أو سيرجيكال أبدومين، اللي يا دوب الهيستوري تبعها بيكون يعني ألم يومين ما بتحملش المريض أكثر، بيجي عندي بشخصه بدخل عملية بستقصر الزايدة. لكن إذا كانت أبندكولار ماس بيكون الألم عنده فترة أطول، بيكون الألم عنده يعني بالهيستوري بيشرح لك إنه هو له أسبوع البيشنت، يعني الألم عنده بيروح وبيجي بيروح وبيجي، حتى إجى وين، حتى إجى على الطوارئ وعملنا له إكزامينيشن وطلعت فعلا على الإكزامينيشن حسينا ماس وطلعت أبندكولار ماس، تمام؟ طيب بحكي لك هاو تو مانج الابندكولار ماس، بحكي لك بعد ما تشخص تاكد فعلا انه هذه ابندكولار ماس العلاج تبعها مش اوبراتيفلي انما نون اوبراتيف، نون اوبراتيف يعني كونزرفاتيف، يعني بدي امشي على شغلات في المستشفى، مضادات حيويه في المستشفى بالوريد، سوائل بالوريد، متابعه دوريه، فحوصات دوريه الى اخره، ياسر حتتعلم كيف، اوكي؟ طيب بحكي لك شو هذا الكونزرفاتيف مانجمنت او شو هذا النون اوبراتيف مانجمنت، شو بتعمل؟ بيحكي لازم تدخل لدكتور عشان يعرف انكم فاهمين صح، تحكوا كلمه ادمشن يعني دخول، لازم البيشنت يدخل، اكيد ما راح يعني اعالجه اوت بيشنت، يعني اعطيه ادويه واحكي له يلا روح على البيت وامورك بتصير تمام، لا طبعا الابندكولار ماس مش شيء يعني بستهين فيه بهالسهوله، لا لازم اعالجه هو البيشنت داخل المستشفى ان بيشنت، سو لازم ادمشن اول كلمه، تمام؟ بعدين لما يدخل لازم اعمل له مجموعه شغلات وهو قاعد عندي في المستشفى، اول شغله لازم اراقب، طلعوا في شغلات لازم اراقبها واعملها له بشكل مستمر اللي هم الفايتال ساينز والفيزيكال اكزامينيشن واللابس، يعني في فحوصات لازم اعملها له دوريه زي سي بي سي وغيرها، ولازم فايتال ساينز اراقبها له بشكل دوري تحديدا التمبرتشر والبلس ريت، ولازم كمان اطلع اعمل له فيزيكال اكزامينيشن بشكل دوري، لان الاشياء اللي بتتكرر معي هي اللابس والفايتال ساينز والابدمن اكزام، لازم انتم شايفين التمبرتشر وبلس ريت شود بي ريكوردد كل 4 ساعات، الابدمن شود بي ريجولارلي اكزامند، وكمان اللابس لازم اضل اكررها، اوكي؟ طيب لازم اعمل فلويد بالانس ريكورد، يعني انا لما يدخل ادمشن على المستشفى واتابع له هاي الاشياء واراقبها، لازم امشيه كمان على اي في فلويدز، تمام؟ على اي في فلويدز واي في انتبيوتكس هلا راح نحكي عنها. فشو معنى كلمه فلويد بالانس ريكورد؟ يعني بدي اضل اتابع الفلويدز اللي باخذها البيشنت عشان ما يدخل بديهايدريشن ولا يدخل باوفر كوركشن، يعني لا اني بعطيهوش سوائل كويس بيدخل بديهايدريشن، ولا اني بعطيه سوائل زياده فبدخل باوفر كوركشن اند ايديما، تمام؟ بحكي لك ذا اكستنت اوف ذا ماس شود بي ميد، وهذه بيحبها دكتور عماد وبركز عليها، انه بحكي لك انه اول ما يدخل عندك البيشنت عملت له بالبيشن فيزيكال اكزامينشن حسيت الماس، حدد هاي الماس، حد اعمل لها حدود، تمام؟ بألم او بشغله معينه، عشان كل ما ترجع تعمل لها اكزامينشن مره ثانيه تشوف هل كبرت او صغرت، اذا صغرت معناته المانجمنت انت ماشي عليه صح، وعلى الاغلب مش حيطول عندك البيشنت في المستشفى وحيتعالج، لكن اذا صارت بتكبر الماس معناته هاي احتمال صار فيها انفكشن تحولت لابسس، احتمال تكون عباره عن تيومر ما تكون عباره عن ماس عاديه، فيعني بتعطيني فكره شو النكست ستيب في المانجمنت تبعي، تمام؟ طيب بحكي لك كونتراست انهانس سيتي سكان اوف ذا ابدومين، اكيد لازم نعمل سيتي سكان لما يدخل عندي المستشفى عشان اخذ فكره عن ابعاد الماس وعن حدودها اكثر، هل اعرف هل هي فعلا فقط ماس ولا ابس ولا تيومر، اوكي؟ طيب بحكي لك لازم تمشيه على انتبيوتك وهذا هو العلاج الاساسي، يعني لازم انه انا دخلت المستشفى مش بس عشان اتابع هاي الاشياء عنده واعطيه اي في الود، لازم اعطيه كمان شيء اساسي اللي هو الاي في انتبيوتكس، فالاي في انتبيوتكس هون هدفها مش زي هدف الاي في انتبيوتكس اللي اعطيتها في العمليه، في العمليه حكيت لكم اعطيتها اثناء التحضير لعمليه الزايده عشان نمنع حدوث التهاب الجرح اللي بصير بعد العمليه اللي هو تو افويد سيرجيكال سايت انفكشن، لكن هون الانتبيوتك دورها ثيرابيوتك، دورها علاجي، دورها اساسي، دورها اصلا انها تعالج الابندكولار ماس الموجوده، اوكي؟ بحكي لك اذا تحولت هذه الماس لابسس او بينت معك بالصور انها ابسس تنتقل لعلاج الابسس اللي هو الدرينج للابسس، ايذر درينج بيركوتينيوسلي او ما اذا ما نفع معك بيركوتينيوس درينج باي انترفنشنال راديولوجي بدك تعمل اوبن درينج، تمام؟ طيب هلا بحكي لك شو الكرايتيريا اللي بناء عليها بتقرر انك انت توقف الكونزرفاتيف تريتمنت الابنديكولار ماس، يعني انك توقف الكونزرفاتيف خلص تحوله لعمليه، هذا البيشنت عم بدخل في مضاعفات او لازم ادخله عمليه،
او اوقفه انه خلص تعالج واطلعه من المستشفى. بيحكي لنا انه الاشياء اللي بخاف منها انه بدلني انه هذا البيشنت لازم اوقف الكونسرفتيف وخلص احوله الى اوبراتيف مانجمنت، انه بتبلش البلس عنده ترتفع. مش احنا حكينا بنراقب الفايتال ساينس، بنراقب على الفيزيكال اكزامينشن على اللابس، انه انا بحصل بالفايتال ساينس بالاربع ساعات لقيت انه البلس قاعد عم بيرتفع مش عم بينزل، هذا بدلني كمان على ريد فلاج. خلينا نحكي تمام، اذا رايزنج بلس ريت. ثاني شغله انكريزنج اور سبريدنج ابدومينال بين، البين عنده مش عم بيخف. المفروض لو البيشنت عم بيتعالج صح او فعلا التشخيص تبعه ماس، انه يكون مع المتابعه الي بيلاجئ اولى في المستشفى انه يخف الالم اللي عنده. اذا الالم عم بيزيد وعم بينتشر اكثر في الابدومن وبطل بس في رايت اليك، راح اخاف اكثر، راح تعتبر ريد فلاج. اذا الماس نفسها مش انا حددتها، اذا كل ما اعمل لها اكزامينيشن بلاقيها بتبعد عن هاي الحدود وبتكبر بزياده، هذه كمان ريد فلاج. هاي الاشياء بتدلني انه لازم اوقف الكونزرفتيف مانجمنت واحوله الى اوبراتيف مانجمنت. اوكي، اذا كلينيكال ديتيريوريشن او ايفيدنس اوف بريتونايتس، هذا انديكيشن انه خلاص هذا البيشنت لازم احوله من كونزرفتيف الى اوبراتيف مانجمنت، حتى ايفن ممكن ادخله مباشره لامرجنسي سيرجري واعمل له لابراتوري. تمام، طيب بحكي لك اذا الماس ريزولف، يعني انا عم بتابع فيها وبعمل انفستيجيشن للمريض وفحوصات وانتبيوتيك وكذا، خف الالم ويعني وتعدلت الفايتال ساينس عنده وعملت له فيزيكال اكزامينيشن راحت الماس او صغرت كثير، هذا خلص بيكون انديكيشن للديسشارج، اني اطلع البيشنت من المستشفى واخليه يكمل على كورس اورال انتيبيوتيك في البيت يعني كاوت بيشنت. تمام، لكن في عندي نوت لازم انتبه لها، اذا كان البيشنت فوق ال 40 سنه، يعني صارت عنده ابندكل الماس ودخلته وعالجت له اياها وطلع من المستشفى لكن هو عمره فوق ال 40 سنه، لازم اعطيه موعد انه يرجع لي على العياده اعمل له كولونوسكوبي. لانه بتتذكروا لما حكيت لكم اذا صارت الابندكل ماس او الابندسايتس عند شخص كبير في العمر بخاف لازم اعطيه موعد اعمل له كولونوسكوبي لانه احتمال يكون عنده تيومر. اذا اي بيشنت اوفر 40 years of age should have colonoscopy on follow up to ensure resolution and exclude appendiceal tumor or colonic malignancy. هل اي بيشنت بصير في عنده appendicular mass بعد discharge بحكي له لازم ترجع عندي في موعد معين اعمل لك colonoscopy؟ لا، مش اي بيشنت، الالدرلي اللي فوق ال 40 سنه بالتحديد. تمام، طيب هلا شايفين كل نقاط المانجمنت اللي حكينا عنها فوق، اللي هي كيف اتعامل مع الابندكس اذا كانت ابندسايتس اكيوت برزنتيشن اعملها ابندكسكتومي، وكيف واذا كانت ماس كيف اتعامل معاها، واذا كانت ابس كيف اتعامل معاها، بحيث اتفقنا اذا كانت ماس واذا كانت ابس العلاج تبعها كونزرفتيف نون اوبرتيف. هون لخصت لكم كل خطوات المانجمنت، يعني مش لخصت لكم، هم جبت لكم اياهم من امبوس بطريقه جدا مرتبه جدا صراحه، يعني سفاحه. يعني انا ما كنت اعرف عن امبوس صراحه الا في نص الفصل الثاني من الرابعه، بساكسه هلا صرت اخلي انه كل دراستي منه كثير مرتب كثير ممتاز وشامل كل شيء، وحتى يعني كانك عم تدرس يو اس ام اي. تمام، فلخصت لكم اياه هون، لو تقرؤوه ما راح ارجع اقرأه مره ثانيه، لكن اقرؤوا اي سؤال تحتاجوه اسالوني ابعثوا لي، لكن هم التفاصيل الموجوده فيها راح تلاحظوا ان هنا في تفاصيل انتبيوتكس وكذا بتهمكم اكثر لساتسه، لكن صدقا يعني راح تخليكم مميزين في الرندات. في دكاتره كثير حتى مستوى رابعه بيهتموا انهم يكونوا عارفين المانجمنت، فانتوا اقرؤوه كثير حلو وكثير هيك بجمع لكم افكاركم بيلخصها، بحيث تعرفوا بالضبط متى تعطوا انتبيوتك، متى توقفوها، لمين تعطوها، ومتى تعملوا اوبريشن، متى ما تعملوا الى اخره. اوكي طيب، هلا بدنا نيجي نحكي عن، بدنا نيجي نحكي عن البوست اوب كومبليكيشن اللي هي شو المضاعفات ممكن تصير بعد العمليه. نفترض انه هذا البيشنت اجاني عنده اكيوت ابندسايتس، يعني لا هي ماس ولا هي ابسس، فحصته واستثنيت لا عنده ماس ولا عنده ابسس، وجيني بالضبط بالكلاسيكال برزنتيشن تبع الابندسايتس، هذا القرار حكينا شو النكست ستيب. النكست ستيب انه نعمل له بريبريشن فور سيرجري، يعني اوبريتيف مانجمنت، عملت له العمليه، شو المضاعفات ممكن تصير بعد العمليه؟ بهمنا تعرفوا انه الموست كومن بوست اوب كومبليكيشن ممكن تصير اللي هي السيرجيكال سايت انفكشن. يا جماعه زمان كانوا يسموها وند انفكشن، وند يعني انفكشن مكان الجروح تبع العمليه، لكن الان الدكاتره بيحكوا ريسنت اكثر واحدث اكثر واحسن كلمه علميه اكثر انه نسميها سيرجيكال سايت انفكشن. تمام، سيرجيكال سايت انفكشن وليس وند انفكشن، يعني انفكشن مكان جرح العمليه، وهذا الموست كومن بوست اوبريتيف كومبليكيشن. بالعاده كيف بندل عليه؟ بيجي البيشنت بالم وريثيما مكان الوند فورث تو فيفث داي بوست اوبريتيفلي، العلاج اني اعمل درينج اذا كان متجمع ابسس مكان الجرح وامشي على انتبيوتكس. تمام، اوكي. الكومبليكيشن الثاني انه ما يكون وند انفكشن عادي او سيرجيكال سايت انفكشن عادي، لا يكون بس كوليكشن. بس كوليكشن يعني يعمل عندنا ماس، عمل عندنا انترا ابدومينال ابسس، وحكينا الابسس شو بيعمل؟ بيعمل لي هاي جريد سبايكينج فيفر، بالعاده بيكون 5 تو 7 دايز افتر اوبريشن. وين بيتجمع الابس؟ ممكن يتجمع بتوين اللوبس اوف انتستين، ممكن يتجمع في البارك والجترز، رح تفهموهم اكثر وتفهموهم اكثر لقدام، او ممكن يتجمع في البلفس او سب فرينك يعني تحت الدايفرام، هاي اماكن ممكن يتجمع فيها البس بعد العمليه كمضاعفات يعني. اوكي
يا اما بعمل له درينج بيركوتينيوسلي، او اذا ما زبط اعمل له درينج بيركوتينيوسلي باي انترفنشنال راديولوجي، بعمل له درينج مباشره باي اوبن سيرجري باي لابراتوري. يعني بيشبه علاج الابندكولار ابسس. تمام. طيب ممكن يصير في عندنا سليب ليجاتشر، يعني احد الليجاتشرز اللي كانت داخل الابدومن تفك وتعمل انترنال بليدنج، ومن البليدنج يصير فيها هيبوتنشن وتاكي، فاضطر ارجع افتح مره ثانيه حتى اني اعالج النزيف اللي صار. تمام. ممكن يصير عند البيشنت ايليس، يعني يصير في عنده what we call non mechanical او functional intestinal obstruction. اوكي. ممكن يضل for more than 4 to 5 days مع حراره، ما بندل انه البيشنت دخل في ايليس، هذا بيحتاج more investigation and more يعني professional management. تمام. ما بيهمني الان تعرف بالضبط كيف ممكن اعالج البراليتيك ايليس، ممكن يصير في مضاعفات بعد العمليه، ممكن تاخذوا عنه في سيمينار intestinal obstruction قدام. اوكي. طيب ممكن يصير في عندنا respiratory complication which is rare، وهي يعني بتفاداها باني اعمل البيشنت ادكويت بوست اوب انالجيزيا اند فيزيوثيرابي حتى امنع انه يدخل في ريسبيراتوري كومبليكيشن. اذا دخل في ريسبيراتوري كومبليكيشن بتكون بالعاده يعني مش من عمليه يعني مش من استئصال الزايده نفس المكان الزايده، انما من الجنرال انستيزيا اللي عملت له اياها العمليه. اوكي. طيب ممكن يصير في عنده فينس ثرومبوس اند امبوليزم، وبالعاده هذول كمان رير انهم يصيروا. ممكن يدخل في شيء اسمه بورتال بايما، معنى كلمه بورتال بايما يعني عباره عن تجمع ابسس داخل البورتال فين، وهذه كمان رير انه نشوفها. اوكي. العلاج تبعها سيستميك انتيبيوتكس ودرينج لهذا الابسس، زي ما اتفقنا اي ابسس في الدنيا درينج وانتيبيوتكس. اوكي. طيب ممكن يصير في عندنا وات وي كولد كومبليكيشن اسمها فيكال فيستشولا، يعني يتجمع عندنا زي ناسور بتسمعوا فيها بلغتنا العاميه. الفيستشولا هي عباره عن اب نورمال كونكشن بتوين تو ابيثيليال سيرفيس، يعني سطحين المفروض ما يكون في تواصل بيناتهم، لما يصير تواصل بيناتهم غير طبيعي بسميها فيستشولا. هذه شو اسمها؟ اسمها فيكال فيستشولا. مور ان ابندسكتومي ان كرونز ديزيز، يعني عملت البيشنت ابندسكتومي هو اصلا في عنده كرونز، تعلموا الكرونز في الباطن ان شاء الله، او حتى يمكن اخذته بالجراحه. من اهم مضاعفاته انه بيعمل فيستشولاز وستركتشرز بكميات كبيره، بحيث بتفتح فيستشولا على السكن من برا وبتصير تطلع فيسز لبرا، يعني كانها فيستشولا بين الكولون وبين السكن من برا. اوكي. ممكن يصير في عندنا ادهيشنز، وهي اي عمليه في الدنيا يا جماعه عادي، خذوها قاعده، اي واحد تعرض لعمليه احتمال مضاعفات يصير عنده بعد سنوات انتستاينال اوبستراكشن، يتسكر الامعاء عنده. ليش سكرت؟ لانه عامل عمليه سابقه. طب شو دخل؟ انه هاي العمليه السابقه بتعمل عنده ادهيجنز، بتعمل عنده التصاقات. اوكي. فالادهيجن اللي بتعمل انتستاينال اوبستراكشن هذه تعتبر من اهم المضاعفات اللي بتصير بعد اي عمليه، اذا هي تعتبر موست كومن ليت كومبليكيشن اوف ابندكتومي. لاحظوا حكيت لكم ايش، بعد سنوات بيجيني في انتستاينال اوبستراكشن، اعراض انتستاينال اوبستراكشن ديو تو ادهيجن، فلازم تاخذوا هون سيرجيكال هيستوري، عامل عمليات سابقه. اول ما تشوفوا مريض يجيكم باعراض انتستاينال اوبستراكشن تسالوا عامل عمليات سابقه، لان الموست كومن كوز انتستاينال اوبستراكشن ادهيجن فروم بريفيوس سيرجريز. فبيهمني تطلعوا الان من شغله البوست اوبيراتيف كومبليكيشن بتنتهي، تطلعوا لي بموست كومن ايرلي كومبليكيشن اوكيرز بوست اوبيراتيفلي اللي هي السيرجيكال سايت انفكشن او الوند انفكشن، وتطلعوا لي انها الموست كومن ليت كومبليكيشن هي ادهيسيف انتستاينال اوبستراكشن. الشغلات الثانيه هيك بقراهم قراءه. تمام. طيب باخر مصطلح بدي احكي لكم اياه بالمحاضره اللي هو الريكرنت اكيوت ابنسايتس، وحكى عنه دكتور عماد، يعني دائما بيحكي لنا انه هذا رير ما بنشوفه بهاي الايام، لانه احنا اصلا يعني نادر نشوف ريكرنت، لانه اذا شكينا من اول مره انه هي اكيوت ابنسايتس حنكون استأصلناها، ولو كانت يعني دخلناها عمليه ولقيناها نورمال حنكون كمان استأصلناها عشان نتجنب الفيوتشر ريكرنت اكيوت ابنسايتس. فعشان هيك هي يعني مش شيء كمان نشوفه بهاي الايام. تمام. بس هذا اللي بيهمني تعرفوه. هسا بالنسبه لموضوع النيو بلازمز اوف ذا ابندكس، رح اخلي شرحه مع الفيديو الثاني اللي رح اشرح لكم فيه عن المعلومات النظريه اللي حكينا عنها فوق، تبعت هذه السبيشال فيتشرز اللي بتختلف حسب البوزيشن وحسب الايج والديفرنشال دياجنوسيس، ورح نحكي شوي عن النيو بلازم اوف ذا ابندكس، يعني حتى لان اخص لكم اياهم من سيرجيكال ريكول باسئله هيك يعني محدوده ممكن تسالوا عنها بالامتحان او بالراوند اب. وحتى احنا سالنا هاي الاسئله يوم الاربعاء بالراوند مع الدكتور محمد عاصم، سالناها بالضبط وما عرفنا نجاوبها لانه كنا يعني مش مراجعين او يعني مش متذكرين موضوع نيو بلازمس في ابندكس، لقيت انهم مكتوبين في سيرجيكال ريكول. تمام. فضفت لكم اياه. فراح اخلي موضوع نيو بلازمس في ابندكس، موضوع اللي تركناه فوق مقروء مفهوم اللي هي اشياء حفظ نظريه، بالفيديو الثاني. انا هلا يعني مشيتكم على المهم، مشيتكم على انه هاو تو ابروتش بيشنت اكيوت ابندسايتس من باثوفيسيولوجي، من ساينز وسيمبتومز مع انفستيجيشن، وهاو تو مانج، واخذنا الكومبليكيشن واخذنا البوست اوبيراتيف كومبليكيشن. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله يا رب انه يكون الموضوع يوصلكم بالصوره اللي بدي اياها، ويكونوا طلعتوا هيك بنولج كويسه ومعلومات عامه، بحيث لو تسالوا فيها بالراوندات تعرفوا كيف تجاوبوا. تمام.
هلا ضفت لكم كيسز من امبوس، هي نفس الكيسز اللي بتشوفوها باليو وورد او باليو اس ام ال اي. بتمنى انكم تجاوبوهم، من تو كيسز حلوين مرتبين بيبينوا لي هل فعلا انتم فهمتوا المحاضره او ما فهمتوها. اوكي، فما راح احط اجابات الا بعد يومين، راح ارفع لكم ملف الاجابات بالاكسبلانيشن على المنصه وراح ابعثه للكل، لان هاي المحاضره مجانيه، لكن بستنى اني اشوف اللي بيدرس هاي المحاضره يبعث لي اجابه ويبعث لي ليش جاوب هاي الاجابه. تمام، بدي اشوف انتم كيف بتفكروا قبل ما اني احط لكم الاجابه مباشره. اوكي، وهذه سمري بتلخص لكم كل شيء بخص الاكيوت ابندسايتس، كمان جبت لكم اياها من امبوس بطريقه جدا مرتبه وجدا حلوه، بتجمع لكم كل افكاركم. تمام، صلي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اي سؤال بتحتاجوه انا جاهزه، وبعتذر جدا على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله.